صباح الخير على كل المستمعات لالا مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى انكم تكونوا على خير ومستفدين برفقتنا من خلال برنامج لالا مولاتي ومع فقرات متنوعه كلها افاده. اليوم شيوات لالا مولاتي مشاركه معنا الحاجه لطيفه الطبيلي واللي موجده لنا شيوات متنوعه ما بين تقليديه وعصريه. الحاجه لطيفه الطبيلي مستمعه يعني دائما كنتواصلوا معها وكتفيدنا باقتراحات مراكشيه واقتراحات تقليديه. كذلك غادي نمشيو بالنسبه للمسابقات اليوم تعرفوا على شكون المستمعه المحظوظه الفوز معنا في المسابقه اليوميه, وغادي نعرفوا كذلك على يعني المستمعه اللي تختارت في المسابقه باش تقدم شيوات ديالها مباشره في البرنامج, ومنها على اننا نستافدوا من خلال الوصفات والشيوات اللي كنقدموا المستمعات من خلال هذه المسابقه. وفي موعد ثابت ككل يوم خميس فكتحضر معنا الدكتوره صابرين الشيوي, طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. بما انه يعني شهر اكتوبر الوردي اللي هو شهر مخصص يعني للتحسيس باهميه التشخيص المبكر من سرطان الثدي ومن سرطانات على العموم, كانوا حاضرين معنا اطباء اللي تكلمنا على سرطان الثدي, سرطان عنق الرحم, الله يعافي الجميع ان شاء الله. واليوم غادي نتكلموا الجانب الغذائي, غادي نتكلموا على التغذيه اللي كتساعد واللي كتحمي من الاصابه بالسرطان كوقايه, وكذلك غادي نعرفوا التغذيه اللي كتهيج الخلايا السرطانيه اللي خاصنا نتفاداوها. فهادشي كله غادي نعرفوه مع الدكتوره صابرين الشيوي. يمكن لكم تواصلوا معنا الا عندكم اي تساؤلات طبيه, تواصلوا معنا على 0522 88 00 61 61 62. اللي قلنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال فقرات لالا مولاتي المتنوعه, ومعنا مباشره في شيوات لالا مولاتي الحاجه لطيفه طبيلي من مراكش. صباح الخير الحاجه لطيفه. صباح النوره بنتي. صبحتي لاباس عليك؟ على خير العائله كلشي مزيان بخير ابني. الله يطول عمرك بارك الله فيك. والله الا كلشي بخير الحمد لله. مرحبا بسلامكم بارك الله فيك. اليوم كامل مرحبا بسلامك. شكرا لك بزاف. وحشناك المستمعين الكرام. الله يبارك فيك بارك الله فيك. مرحبا بك. الله يحفظك بنتي. ايوا كيف ما تعودنا من عندك دائما الشهوات ضروريه تكون يعني تقليديه. اي مرحبا. واكيد ان شاء الله مجدنا حويجات عصريه ان شاء الله. اي كاين التقليدي وكاين العصري. هادشي اللي كاين واخا. نبداو بالاصاله. اييه عاد نمشيو للمعاصر. يلا واخا. المهم انا اخترت لكم دابا بما انه فصل الشتاء تنبغيو دوك طوجنات سخان وداك الشيء, المهم اخترت لكم واحد الطاجين اللي هو ديال الكرعين معسلين. اييه. واللي ما بغاش يعسلهم غادي نعطيك الطريقه هاك وهاك. اللي ما بغاش يعسلهم يخليهم هكاك. المهم الكرعين معسلين هذه واحد الوصفه قديمه جدا. المقادير بنتي كاين نصف عماره ديال الكرعين. اشنا هي العماره؟ العماره هي اربعه الرجلين. اييه. ونص عماره هي جوج الرجلين. كداك واخا. جوج الرجلين تنقولوا حنا الا بغيتي تشري عند البزار كتقول لي اعطيني نص عماره. يعني كيعطيك واحد الرجل جوج, تيعطيك وحده من الامام وحده من الخلف. واخا. ردي البال باش ما يعطيك فعلا مزيان مزيان هاد الملاحظات. ايه لان هذاك ديال القدام سبحان الله العظيم تيكونوا مهبرين وتيكون فيهم الملج زوين. فعلا. ديال اللور تيكونوا شويه ضعاف. اذا الا شريتي اربعه راه ما فيهم مشكل, راه هما كلهم ديالك, ولكن الا بغيتي تشري جوج ردي البال باش ما يعطيك كلهم خلفيين. يعطيك وحده من الامام وحده من اللور. واخا. المهم تنقولوا حنا نص عماره. ايه. راس ديال الثوم صغير. يكون ذاك الثوم البلدي يكون راس صحيح صغير. وإلا ما توفرش عندك هاد الثوم البلدي هكا ديري 6 ديال الدروس كبار ديال الثوم. إيه. شوية الملح. معلقة كبيرة ديال الكمون البلدي. هذه الطريقة التقليدية. معلقة كبيرة ديال الكمون البلدي. معلقة كبيرة ديال الفلفلة مطحونة أو التحميرة. ولكن تكون عامرة مزيان. ماشي غير مسطحة تكون عامرة. واخا. إذا معلقة كبيرة كيما قلنا ديال الفلفلة مطحونة. جوج عواد ديال القرفة. ومعلقه صغيره ديال القرفه مطحونه, لان القرفه على جوج شكل. كاس ديال العنبه ديال الزيت ويكون مخلط, يعني زيت المائده وزيت العود. اييه زيت الروميه والبلديه. واخا البلديه يكون مخلط كاس العنبه. معلقه صغيره البزار, ومن الاحسن يكون ذاك البزار الابيض. وهذه اللي ما بغاش يديرها راه اختياريه, يعني ذاك البزار الابيض يعطي واحد النكهه زوينه لجميع زعما الاطباق. اللي ما بغاش يديرها يحيدها. والسكر التعسل, ومن الافضل يكون سكر القلب. علاش؟ لان داك
سكر القلب تيعلك المرق. ايه فعلا ديك التعليكه زوينه احسن من السكر العادي او سنيده او وربعه صغيره ديال الزبيب، يعني تيقولوها في الحانوت تيقولها ربعه صغيره وهي 125 غرام بالضبط. ايه الا ما عرفتيش تقولي الغرامات كتقولي لي الربعه صغيره راه مول الحانوت تيعرفها 125 غرام. ايه زلافه الحمص مرطب. اها والماء ديال الطهي يكون شويه بزايد كثير لانه مثل الكرعين تياخذوا الوقت بزاف في الطياب، وضروري الفحم يعني الفخر ضروري هذا الكرعين. ايه طبعا الفخر يعني كيجي مذاق مختلف وتيجيو فتين كيدخل الطياب حتى لعند العظم. ايه وديك هذاك الطياب طيب والمذاق ديال الجمر ديال الفخر يعني كي سبحان الله يعني مذاق مختلف. وراه تيشمت هذاك الطياب ديال الكوكوت في الكرعين ايه على الغاز تيشمت لان تيبانوا لك بالموس تيبانوا لك طابو، ولكن حين تتحطيهم تتلقاي جيت العظم بالضبط باقي شي باقي شاد شويه اما الفخر تبارك الله تيجي بحال كيف نقولوا حنا في مراكش مفرشخين. ايه فعلا والله هذا هو المعنى. ايه الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه. ايوا صافي دابا نعاودوا ولا ندوزوا للطريقه؟ واخا الله يعطيك الصحه نمشيو للطريقه لانه تبارك الله عليك يعني كتبسطي الامور. الله يعطيك صحتك. الله يحفظك الله يحفظك. اذا هذه توضعي هذاك الكرعين مقطعين بطبيعه الحال ومغسولين الى عرفتي تنتي تغسليهم راه تجيبيهم تديهم لعند مول الفرناط شي تيتشوطوا وتجيو تكرطوا الى اخره. والا ما بغيت دابا تبارك الله راه المسائل ولات ساهله تيتقيهم عند الكزاز مغسولين مقطعين تتقطع تيقطعهم لك. اذا غادي توضعهم كما قلنا في الطنجره وغادي تزيدي عليهم الماء والثوم والتوابل كلها اللي عندنا الا ديك القرفه المطحونه هي اللي ما تتزادش مع السكر تنخليهم حتى الاخر. اذا قلنا الثوم والتوابل والزيت وغادي تخليهم يطيبوا فوق الفحم واحد المده يعني تقريبا فوق من ساعه فوق الفحم. ملي تتشوفي بان بدا تيدخلهم الطياب شي شويه بداو شي شويه تيدخل فيهم شي شويه الموس ديك الساعه تزيدي الحمص. لان اذا درتي معاهم اللول تيتعجن ما تيهش هو الوقت الطياب قدو قد اللحم. اذا انت تتحسي بهم قرب شويه يدخلهم الطياب بعد كتزيد ديك الساعه الحمص وتخليهم يكملوا الطياب. ايه اخير من صافي ملي تشوفهم راه صافي الحمد لله وجدوا ديك الساعه تزيدي الزبيب والقرفه اللي قلنا مطحونه ولا درناها هي العواد وفي الاخر ديك المطحونه بغينا نخليوها حتى الاخر. اذا تنزيدوا ديك القرفه مطحونه والسكر وتخليهم يتعسلوا على خاطرهم. اها. حتى تيصبح كلشي اللون ديالو عسلي. ايه ذهبي. ايه وفي التقديم من الافضل تقدميهم في الطاجين. علاش الطاجين تيشد السخونيه وما تيبغيش. فعلا ايه باش كتبقى ديك التعليكه ديالهم يعني ايه فعلا. لان ملي تيبردوا تيولي داك الجامد. اذا من الافضل انا تنصح اللي بغى يقدمهم في الطاجين. ايه باش يبقى شاد السخونيه فعلا. السخونيه وكاين كي قلت لك انا دابا اللي تيدير لهم واحد التتبيله اخرى ولكن انا ما تنديرهاش بحق. ايه هذيك الراي العام اللي بغى يديرها. ايه هذه اللي عرفتي تكرهها هي التقليديه. الوصفه التقليديه. هي محضه. كاين كي يقدر يبدل دوك التوابل تيدير عليهم البزار مع الزنجبير والقزبر حبوب مطحون عوض الكمون والتحويره. عفوا اي التحميره. ايه ولكن انا الوصفه التقليديه هي الاولى هي اللي كنديرو هي اللي تنعرف. ايه فعلا موروثه مراكشيه. ايه صح ولكن اللي بغى يبدل هذه راه يمكن يبدلها. ايه واخا لان العسل والقرفه تيغطي على كل شيء تيعطيهم واحد المذاق رائع. ايه الله يعطيك الصحه. واللون المذاق واللون. ايه فعلا المذاق واللون. ايه تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. الله يحفظك. ايوا نمشيو على اللي قلنا نخليو العصريه هي الاخرى دائما في التقليدي. ايه كما اتفقنا على الزيتون دابا هذا الموسم ديال ايه اتفقنا على التحضير ديال فعلا الانواع الثلاث. ايه واخا يعني المفرشخ واللي تنقولوا ليه في المنطقه الوسطى تيولي مسلله والمشقوق والزيتون الاسود. ايه نعطيك الطريقه ديالهم بثلاثه كيف تيتهيئوا. فعلا الزيتون بصراحه حاضر في كل يعني طبله مغربيه. أيه. ضروري كمقبلات. أيه. معاه كذلك في الكوتي فالواحد يعني يحاول انه يديرهم في الدار. مرة اخرى كنخضروا به. ايه بصح فعلا. عندنا طاجين ديال اللحم الى مره اخرى نعطيه لك طاجين اللحم بالمسلله او بالزيتون. ايه ان شاء الله واخا. او الدجاج او الدجاج عرفتي راه الدجاج البلدي راه تيتقنوا واحد الشكل رائع. فعلا. تواتى معاه بزاف يعني بزاف مع الدجاج البلدي. الدجاج البلدي ويعني وفي نفس الوقت الزيتون اللي مصايب في الدار الا ما غادي يكون كل شيء يعني لذيذ فيه يعني ذاك الطبق كله. رائع والله العظيم محمد الله يخليك. ايه تبارك الله. صح الله يعطيك الخير. الله يبارك. ايوا نمشيو كي قلنا الطريقه باش نجيبوا هذه الانواع الثلاث. اذا اولا غادي تجيبي الزيتون بطبيعه الحال حنا من تتشري الزيتون حنا في مراكش تتشري الكوربه. ايه الكوربه تتجيبيها تتكبيها في واحد البانيو كبير وتعمري عليها الماء وديك الساعه تتنقي من دوك الاوراق ديال الاشجار ومن دوك العواد. بطبيعه الحال المره كاين ملي تتعمري الماء تيطلعوا هما الفوق لانهم خفاف تتبداي تحيديهم بيديك من اللوجه ديال الماء. ايه تتحيدي الوراق الشجر وتتحيدي دوك العويدات باش تيبقى غير الزيتون هكاك.
من بعد لاله غادي تبداي تعزليه على حسب الالوان. هذاك الخضر كنديروا به المفرشخ ولا المسلله، وهذاك اللي اللون ديالو حجري كنديروا به المشقوق، وهذاك اللي اسود كندير نهيئوا به الزيتون الاسود. اذا غادي نمشي نعطيك بواحد بواحد فاش يتهيئ كل واحد. نبداو بالمفرشخ او المسلله. وانا كنقترح على المستمعين ما يديروا هذاك اما البيدونات الماء لانهم نقيين، ما يديروا دوك ديال 5 يترو، ما يديروش البيدونات ديال الزيت اللي دايزه فيهم الزيت لان تيخنز الزيتون. يكون غير دوك البيدونات الماء ديال 5 يترو. اولا دابا راه ولا واحد القرعي ديال الدجاج راه ولاو الخاص، ما بقاوش غاليين ديال 3 يترو ديال 5 يترو، ولاو زعما ابوغدابل كيف تيقولوا بعدا. ممكن تشري هذوك ديال سميتو واحد الثمن زعما رخيص بزاف، وعرفتي الدجاج راه ما كاين ما افضل منه. فعلا اييه، انا نحفظوا اي حاجه درناها نديروها في يعني في قرعي الدجاج في بواطه ديال الدجاج. ما بقاوش غاليين، ما بقاوش غاليين. ماشي ما تهضرش مع هذوك اللي فيهم الكاوتشو، هذوك اللي فيهم الكاوتشو شويه باقيين غاليين. هذو راه غير بالغلاقه عاديه، وكديري تكتمنها الفيلم اليمونتيغ ما بين الغلاقه وما بين القرعه، وتحفظ من ذاك الشرف. مزيان واخا. لان دابا بقاو ذوك الخوابي مجدجين اللي كانوا ديك الساعه تيتصاوب فيهم الزيتون. يلاه كيما قلنا نمشيو للطريقه. اذا غادي تدقي بالحجره الزيتون. وانا غادي نعطي للمستمعين واحد الطريقه واحد لاستيس. ديك الساعه كنا كنديروا الزيتون تندقوا بوحده بوحده بوحده. انا اش كندير؟ كناخذ كمشه، كمشه ديال الزيتون في يديك، وكترميها في وسط من واحد البلاستيك غذائي، خنشه بلاستيك غذائي، كترميها في وسط منها، وكتبداي تدقي من الفوق من الخنشه. اييه. طق 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 من الفوق هكا، منها ما تطيركش الزيتونه، ما تطيرش بداك فعلا على الزيتون تيطير هكا. عندك حق. تلعب ليك كاش كاش. صح. منها تتربحي الوقت، هي دير كتربح بها الوقت بزاف. لانه كاس ماشي بزيتونه بزيتونه. لا ماشي بزيتونه بزيتونه، يعني كنت تهزي لكم شا وتخشيها في وسط الميكا وتتبداي تدقي يلا 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 يلا. دابا راه كاع خرجت واحد الاله. اييه. العود شفتي الا شفتي راه ولاو تيصوبوا، ولكن انا ما عرفتهاش فين تتبع. المهم انا دابا هذا الشيء اللي كندير انا شخصيا. المهم انا قلت لك تدقي بهذاك الصوص الخشاش ديال الميكا، وديك الساعه كتعمريهم في هذوك البيدن ديال 5 يترو. ولكن راه تعمري الماء اليوم ملي تكملي الزيتون كتعمري الماء حتى الفم، ما تخليش المجال للهواء كاع بالكل في هذاك البيدون، او يعمر بالماء. يعمر كله بالماء. والنصيحه الثانيه ما تستعمليش دوك البيدونات الكبار اللي تيتباعوا في السوق، لان غير تستعملي هذاك البيدون مجرد ما كتهزي منه جوج نوبات او ثلاثه تيفسد لك هذاك الشيء اللي بقى. كنقولوا حنا في مراكش يضربوا البرد. اييه. يضربوا البرد وتيفسد. اللهم هكا سميتوا بيدونات مختلفين او قريعات مختلفين، وكيف تنقولوا عمليه، لان كتبداي تجبدي غير بيدو 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 بيدو، وتيبقى لك الاخر صاين في ذاك الماء الاول ديالو تيبقى صاين هائل. من بعد لاله ملي قلنا كتقدر ديرهم في ذوك البيدن ديال 5 يترو، كتهزي ذاك اللي بغيتي تستعملي، تتبداي تبدلي على الماء يوميا يوميا. ومن بعد اسبوع صافي تيصبح جاهز المذاق ديالو، كيصبح حلو وتيصبح جاهز للاستهلاك. ولكن قبل ما تستهلكي غادي تضيفي عليه الملحه ولبابه الزنبوع او لبابه الحامض، كتديرهم في شي بانيو صغيور، وكتزيدي ديك البابه مع الملحه، تبشغيهم مزيان 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 تيتجانسوا، وكترديهم للبيدو باش يتحمض وتيتحفظ بهذيك الملحه. ولكن هي مده ماشي بزاف، لان الا خليتي واحد المده طويله تيهرى. هذاك اللي بغيتي تستهلكي هو اللي كديري له هذه الطريقه. اييه. والمهم هو جاهز عندك، وتبداي تجبدي بيدون بيدون. يعني هذا وجبدي الاخر، هذا وجبدي الاخر. ما نديروش واحد في كل شيء، عندك الحق. صح. يعني نديروا هذه الطريقه حتى هي مزيانه، اللهم نقسموهم. اييه. بدوات هكا متوسطين في الحجم ديالهم. اييه. اللي تبقى 5 يترو. اييه. راه هائلين، انا جربت بحال من سنه راه والله هائلين. المهم كيف ما قلنا ملي تديري ذاك الحامض والملح صافي راه واجد، تجبدي منه اللي بغيتي. اييه. ولا لا دابا ودابا فكتيني، راه وليت انا تنشوف الاسواق وفي التعاونيات راه موجود مفرشخ. هادو موظفات مساكن اللي ما عندهمش الوقت يشريو الزيتون ويفرشخوه ويديروا داك الشيء، كتمشي كتاخذي البيدون هكاك عامر بالزيتون مفرشخ ناضي. كاين في الاسواق وكاين في التعاونيات. اييه. وثانيا نمشيو للزيتون المشقوق. واخا. المشقوق قال لا غادي تشقي كل حبه، هذا تيمشي بالحبه، ما يمكنش ديري سميتو الزيتون بكثره، كتاخذي كل حبه كتشقيها بسكين يكون حاد، سكين رقيق حاد، ويكون كيف ما قلنا في الاول يكون اللون ديالها حجري. وكاين اللي كتشقي جوج شقات، وكاين اللي كتشقي ثلاثه شقات، وكاين اللي كتشقي شقه واحده. غادي نقول لك علاش. هذاك مول شقه واحده هو اللي تيبقى عندك في الماء ديالو مده سنه ما يخسرش. ذاك البيدو اللي فيه شقه واحده شقه واحده تديري عليه نيتيكات هكا تطلع أيه. تديري باش نعقلوني هذاك وتخبيه في البلاكار راه يدور لك العام هذاك ما فيش مشكل.
هذاك مول ثلاثه الشقات هو اللي كتستهلكي في الحين، هذا فيها تخرجيه تستهلكي في الحين، هذاك مول جوج شقات تيبقى شويه كيصبر شويه تيصبر شويه. اذا كيف ما قلنا غادي تشقي بالسكين وغادي تعزليهم، تكوني حاطه ثلاثه ديال البيض اللي في شقات هنا مول ثلاثه الشقات، وكيف ما قلنا ديري لي زيتيكيت. اييه ملي كبدي كتكملي ضروري تعمري عليهم الماء حتى الفم، ما تخليش المجال للهواء كاع بالكل، خلي الماء حتى الفم، ومن الافضل ديري داك الفيلم اليمونتيغ ديريه في الفم عاد ديري الغلاقه، بحيث انك تضمني ان الهواء ما تيدخلش لهذاك لا القرعه ديال الدجاج ولا البيدون. اييه الفيلم اليمونتيغ هو الاول في الفم وتعاودي تغلقي بالغلاقه. وتا هو ملي كتبغي تستهلكي تجبدي واحد البيدون او واحد القرعه تبدلي عليها الماء بنفس الطريقه، نهار على نهار نهار على نهار، تقريبا اسبوع تيوجد او لا كاع نقولوا كاع 10 ايام لان هو فيه داك الشقه تيبقى شويه مر، المهم نقولوا 10 ايام تيوجد، تزيدي عليه حتى هو الملح والبابه الرنج او اللي تنقولوا حنا في مراكش نقولوا الزنبوع او لا الحامض، وتا هو كتبجغي هذيك البابه مع الملحه وكترضيها في البيدون او في القرعه وها هو موجود. فعلا الله يعطيك الصحه. هذا المهم قلنا بالنسبه ديال هذاك اللي قلنا مول شقه وحده، هذاك راه خبي راه ما كاينش مشكل، كيصبر مده طويله. مزيان نمشيو دابا للزيتون الاسود. اييه الزيتون الكحل. الزيتون الكحل هذاك الزيتون عنده جوج طريقات، عنده طريقه تقليديه محضه وعنده طريقه عصريه اللي تيديروا دابا الناس حاليا. انا غادي نعطيهم لك بجوج والمستمعين عندهم الاختيار، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. واخا الطريقه العصريه هو في البيدون، هذا تنستعملوا ليه البيدون كبير، هذا ما فيش مشكل. اذا في البيدون كبير غادي توضعي الزيتون الاسود ودبري عليه الملحه الغليظه، ديري واحد الكوش هكا ودبري عليه الملحه الغليظه، ولكن ديك اللي ما فيهاش اليود، ماشي اللي كتباع في الحانوت. اييه الملحه الغليظه اللي كنشريو في اما في القاعه مثلا ديال الحبوب ولا شيء، ما فيهاش اليود، يعني ملحه طبيعيه. لان هذاك اليود راه تيخسر الزيتون. فعلا. المهم كتديري فرشه ديال الزيتون وكتهزي كمشه ديال الملحه ترشيها عليه، وتعاودي ديري فرشه وترشي الملح، وانت غادي حتى تعمر البيدون. وهذا راه ما تيكونش فيه الماء، هذا ممنوع. ما كنديروش الماء، ما كنديروش الماء والو، ما كاينش الماء، ولكن كتخلي هذا بالعكس ديال الاخر، كتخلي واحد شويه الفراغ من تحت البيدون. علاش؟ لان بغا يتربى لينا المرجان داك الماء الكحل اللي تنزيد الزيتون، خصك تخلي ليه المجال فين يكون، لان الا عمرتي مثلا حتى الفوق بيبدا يفيض لك هذاك الماء الكحل، بيفيض لك على البيدون. اللهم خليه واحد شويه جد، مثلا شي جوج سنتيمتر هكا خليها من تحت البيدون. تحت الغلاقه، باش ملي تيتربى المرجان تيكون عنده المجال فين يكون. واخا وديك الساعه خلي كيما قلنا خلي هذاك الفراغ، ونوبه نوبه، وهذا راه ما تيتحلش، هذا ماشي بحال الاخر تتبدلي عليه الماء كل نهار، هذا والو، هذا ملي تتصوبي هكا بالملحه ديالو كتسدي عليه مزيان وما كتفتحي الا من بعد تقريبا شهر ونص او شهرين عاد تيوجد. ولكن لاستوس هو مره تحطيه في شي بلاصه يكون باين لك بعينك، شي بلاكار مثلا قريب لك في الكوزينه، مره تحركيه، يعني اذا ما حركتيه تيصوف من الفوق ديك الكوش الفوقانيه تتصوف، ولكن ملي كتحركيه مره داك المرجان تيتخلط فيه كله. ما تيديرش ما تيصوف. ما يصوف ما والو، تيبقى دائما وتيشملوا داك الملحه وداك المرجان تيشمل الزيتون كله. من بعد ملي تيطيب، انت تحسي به تقريبا داز داك الوقت ديال شهرين، كتغسليه من تجبديه وتصفيه من داك الماء المرجان، وتغسليه بالماء الوافر هكا مزيان، وتصفيه من هذاك الماء وتنشريه في الشمس، واحد ثلاث ايام تكون الشمس حاره حتى تيبان لك تكمش. كيفاش كيبان لك تكمش؟ راك صار الزيتون واجد. كتجمعيه لالا، كيفاش كتجمعيه؟ كتقبطيه لالا، كديري شويه ديال الزيت في شي زلافه هكا كبيره شويه، وكتبقاي كدهني يدك بديك الزيت، وكتهزي الزيتون وكتعمري في القراعي القنينات الزجاجيه من الاحسن. وتدبري الملح الرقيق، هنا تيدخل الملح الرقيق، الاول كان الغليظ ودابا الملح الرقيق. المهم واحد كنتي كدهني وكترشي بشي شويه ديال الزيتون وكتخلطي بيدك، كتخلطي حتى كتعمر ديك هذيك القرعه هذيك القنينات الزجاجيه الافضل. وديك الساعه ممكن ديري عليه، الا بغيتي ديري الزعتره ولا ديري شرمولات الحوت مع المصير ولا الحرور ولا غير زيت العود هكاك، ولا خليه غير هكاك ناتشورال طبيعي على 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 حقه وطريقه. فعلا. وإلا بغيتي تخزنيه كيف ما قلنا تيدور عليه العام مثلا، هذا راه يمكن تخزن هكا بديك المليحه والزيت، ولكن الا عندك الكميه كبيره مثلا خليه في المرجان ديالو ذاك الفيديو الكبير، مثلا هزيه مثلا جهه السطو صغير، هزيه تصاوبيه وخلي هذاك الاخر في المرجان ديالو حتى تعاودي تبغي ثاني، وعاودي جبدي السطي الاخر حتى تيكمل. اييه هذه الطريقه العصريه، الطريقه التقليديه اللي كان تيدير الوالد الله يرحمه في هذا النهار، الله يرحمه عليه الزيتون وكان تيصاوب بيديه.
ماشي ايوا ماشي زواتني غير غير هي كان فعلا طيبوا بيدي. المهم تيجيب مسكين الصندوق ديال الزيتون الاسود وكيدير كي قلتي تيخص كي ضروري واحد اما صندوق خشبي يكون مثقوب او لا خنشات الخيش كتعرفي خنشات الخيش ديك اللي كانت يكون فيها السكر مثقبه شويه غليظه مثقبه شويه غليظه اذا كيديروا في هذاك الصندوق الخشبي او لا كما قلنا تكون الخنشه مثقوبه وتبداي ديري فرشه كيف قلنا في الاول فرشه الزيتون ورشه الملح فرشه الزيتون ورشه الملح وانت غاديه 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 تيعمر ديك الخنشه ولا كيعمر هذاك الصندوق صافي ديك الساعه تيتقلوه بالحجر تديري واحد الزيف او لا خنشه عاديه ديال التوب ولا توب ولا اللي عندك كديريه وكتقليه يا يعني اما بالحجر ديال الطوب ديك الساعه كان الطوب كبير او الياجور المهم راه هو مفصول ما بين الحجر وما بين الزيتون كاين داك التوب وتيتقل وتيبقى ملي تيتقل تيبدا هو تيطلق هذاك المرجان ديالو كيخرج هذا راه ما تيبقاش فيه المرجان هذا تيخرج منه المرجان ولما تينضج لما تيدوز حتى هو ديك المده ديال شهر تقريبا شهر هو باش تعرفي ينضج ملي تطلي كتلقي ما بقاش تيخرج المرجان اييه تقدر ملي تشوفي صافي راه تسقط المرجان عارفي راه صافي وجد صافي وجد ديك الساعه كتغسليه حتى هو بنفس الطريقه بالماء وكتنشريه في الشمس حتى هو ضروري ثلاث ايام ديالته حيت كانت الشمس حاره ضروريه ولا الا ما عندك الشمس كثيره ديريه في شي بلاصه ولكن ردي البال خصو يتكمش راه السر في ديك النشره هو خصو يتكمش عاد ديك الساعه لا تدهني حتى هو بالزيت وحتى هو بنفس الشيء والملح ضروري رقيق الزيت والملح رقيق هادو ضروريين ولا بغيتي تضيف الاضافه هي كي قلنا الزعتره ونسموه بالحرور يجي مزيان حتى هو فعلا والمصير مقرد والمعدنوس ولا اللي بغيتي ولا بغيتي كاع بزبده الحار ولا قرعه ديرها في شكل لا قريعه ديري اي تبارك الله انك تكون كميه كثيره الزيتون الواحد يعني يتفنن فيه كل كل واحد واحد يدير لي مذاق مختلف ايوا نمشيو لواحد الجهه عصريه كاينه لاله واحد الشلاضه بالجبن تجي كلاس زوينه بزاف انا تهيتها للمستمعين وتهيتها للناس ديال ميد غاديو يلا يعطيك الخير بارك الله فيك إيه المقادير لاله واحد الباكيت او ان باكي ديال الجبن ديال الريكوتا اييه او الجبن المهم اي جبن المهم الجبن يكون نوع ممتاز جوج معالق كبار ديال القريع مهرمشين اييه جوج معالق كبار جوج معالق كبار حتى هما ديال الزبيب بلا عظم ويكون مقطع رقيق ما يبقاش صحيح تكرديه بديك القرادات القزبور تفاحه حمراء مقطعه رقيقه ولكن تقشرها باش يبقى داك اللون احمر تغسليها مزيان وتقطعيها طريفات صغيورين معلقه كبيره ديال العصير الحامض شويه الملح ومعلقه كبيره العسل هادو المقادير الاولى المقادير الثانيه جوج حبات ديال المطيشه مقطعين على شكل هلال اولا الا عندك لي طوماط سوريز قسميها على جوج كل وحده قسميها على جوج ربطه ديال الخس مقطعه رقيقه حبات الزيتون الزين ولا صوص فينيغريت نعاودوا ولا نمشي للطريق اييه واخا نعاودوا اذا نقول كما قلنا واحد الباكيت ديال الجبن النوع الممتاز ان باكي جوج معالق كبار ديال القرقع مهرمش جوج معالق ديال الزبيب بلا عظم مقطع رقيق تفاحه حمراء مقطعه رقيقه بقشورها معلقه كبيره ديال عصير الحامض شويه الملح معلقه كبيره العسل المقادير الاولى هذه المقادير الثانيه جوج حبات ديال الماطيشه مقطعين على شكل الهلال او لي طوماط سوريز مقسمين على جوج كل وحده قسميها على جوج ربطه ديال الخس مقطعه رقيقه حبات الزيتون اسود الزين ولا صوص فينيغريت يعني ديك الصلصه المخلله الصلصه المخلله هي صوص فينيغريت طريقه غادي تصفي هذاك الجبن من الماء ديري فشي صفايه ضروري تيخرج كاع داك الماء اللي زايد فيه ومن بعد غادي توضعيه فشي انيه يعني ان سالادي تحت ان سالادي داك مصفي مقاد غادي تزيدي عليه القرقع والزبيب والتفاح وشويه الملح وعصير الحامض غادي تخلطي هادشي كلشي مزيان من بعد غادي توضعي هاد الخليط فواحد المول يكون صغيور ديال الفلان الا بغيتيه جماعه ديري مول كبير وديري تبصيل واحد انا كنفضل تديري في مول صغيور ديال الفلان صغيور باش ديري تبصلات كثار صغيورين كثار المهم غادي توضعي هذاك الخليط في المول وغادي تقلبيه وسط الطبيصلات الصغيورين اللي قلنا ديال التقديم فاش بغيتي تقدمي غادي تقلبيهم باش يجي داك الشكل ديال مشنف يجي في الجبن
عاد ديك الساعه من فوق غادي تزوقيه بالخطوط ديال العسل. خذي معلقه صغيره وبديتي تمشي وتجي فوق من داك الجبن، تيدير لك واحد الخطوط ديال العسل، تجي المنظر زوين. وثانيا فواحد الانيه اخرى غادي توضعي الخص والصلصه المخلله وتحركيها مزيان، لاصوص فينيغريت، وتحركيها مزيان. عاد ديك الساعه غادي توضعيه في الجوانب ديال الجبن، في كل تبسيط بديت تدوري بداك داك الخص خضر هكاك، وتيجيو اللوينات الخص خضر في الجناب. علاش ما درتوش مباشره ونسقيه بلاصوص؟ لان ديك لاصوص غادي تسرب وتمشي ديال الجبن وتفتتو. داك الشيء علاش درتو في انيه بوحدو، باش تهزيه ديك الساعه بالفرشات ولا بيديك، تتهزي غير داك الخص مخلل ناضي، داك لاصوص تبقى في الانيه يلا تيتمرغد فيها شويه وتتهزيه. ومن فوق منه ديك الساعه ملي كدوري به هذوك الخبيزات ديال الجبن، كتوضعي هذوك الهلالات ديال المطيشه حتى هما تيكونوا مسقيين بالصلصه في شي انيه. ولا كتاخذي هذيك لي طوماط سوغيز اللي قلنا مقسومه على جوج، وكتبداي تحطي وحده على وحده 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 وحده، وتيجي بحال شكل الورده تماما، تيجي الخضر في الجناب والحمر تابعو، وهذاك القليب بالبيض وبدوك اللوينات قيوين وداك الشيء، وتيجي رائع. عاد ديك الساعه داك الزيتون الاسود ممكن لك تديري شي اربعه الحبات ولا ثلاثه الحبات في الجوانب ديال التبصيلات عفوا، ولا ما بغيتيش كاع بلاش من الزيتون، المهم هو داك الخص ومطيشه وداك الجبن بدوك اللوينات اللي فيه الكركاع والزبيب وداك اللي تيعطي اللوينات فعلا. تيجيو اللوينات وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك الحاجة لطيفة الطبيلي، والله ما كنسخاو بك وبالاقتراحات اللي كتقدمي بالطريقة المبسطة مع هاد الملاحظات، وكان طلبات كثيرة على يعني الزيتون كيفاش نصيبوه في الدار، فمشكورة على طريقتك اللي هي معروفة جدا ويعني تقليدية، ونتمنى أن المستمعات على أنهم ياخذوا الزيتون ويحاولوا أنهم يديروا واحد الكمية معقولة، يعني لأنه الزيتون اللي كيكون مصيب في الدار الصراحة ما كيكون فيه لا إضافات لا صودا لا والو، يعني ما كنشبعوش منه، كنبقاو يعني ناكلوا فيه بكميه كثيره، عاد بالاضافه على انه نتبعوا هذه المراحل باش يصدق لنا يعني مزيان، وفي نفس الوقت نبداو ننوعوا يعني ناخذوا الكميه معقوله، وكل كميه نحاولوا اننا نسموها من بعد ملي وجد لنا يعني بتنسيمات يعني مختلفين. كاين بالنسبه للتفكر دابا نيت بالنسبه للتنقيه ديال الزيتونه فعلا هذيك الطريقه على اساس ان كنديروا الزيتون في بلاستيكه وكنبقاو نفرشوا، بحال مثلا ملي كنبغيو نهرمشوا الكاوكاو ولا هذا، يعني كنديروا مثلا تربيته ومن بعد كنبقاو نضربوا بالمهراز مثلا، غير هو الزيتون غادي نحاولوا لانه هو يعني رطب عليه، فملي كنضربوا غير بشي حاجه خفيفه دغيا كيتحل، يعني ما كيمحنش بزاف، غير هو كنربحوا الوقت، ما كنبقاوش غادي بزيتونه زيتونه. تفكرت غير هذيك اللي كان نطحنوا فيها الثومه، يعني كاينه الحكاكه ديال الثومه، كاينه الحكاكه ديال الثومه، وكاينه هذيك اللي دايره بحال بيكار طويله اللي كنحطوا فيها الثومه وكنبغجوها بحال هكا، يعني ملي كنلاقيو هذوك ديك دايره بحال معلقه طويله بحال بيكار، وكنديروا الثومه وكنوركوا عليها، كنبقاو بحال بانس كنوركوا عليها، فكتخرج لنا كتبقى القشره وكتخرج لنا الثومه. كاينه واحد البلاصه من جهتها تما فيها بحال واحد الرويس هكا خارج، ومثلا قليل يعني اللي تيعرف الصراحه هذاك لاش كيصلح، يعني كيسحبنا غير ديكور غادي مع هذاك ديال الثومه، فهذاك الا حطينا فيه زيتونه ووركنا راه هذاك الرويس هو اللي كيحل الزيتونه وكتحل لنا بسهوله، وكيبقى حتى الشكل ديالها، لانه بعض الوقت كنحلوا الزيتون مثلا باش نصيبوا بيتزا ولا باش نديروا مثلا شي شيوه، وبعد نوبات يعني حتى كانه كتحل لنا بزاف، حتى كتولي مفرخه، يعني ما كيبقاش فيها لا منظر لا والو، الا كنا غادي نقطعوها طريفات صغيورين مثلا. فهذيك اللي عنده هذيك اللي دايره بحال بيكار اللي كيطحن فيها الثومه، كاينه بلاصه كنديروا فيها رويس ديال الثومه وكنبغجوا، وكاين واحد البلاصه كنحطوا فيها يعني دايره مقمقمه فيها بحال واحد الرويس صغيور، فملي كنحطوا الزيتونه تما وكنوركوا راه كتخرج لينا وصينا ومحيد لي هذاك العظم بسهوله. لانه بعد نوبات كيكونوا شي حويجات وبصراحه مثلا كيسحبنا مثلا غير ديكور مثلا معلقه ولا في هذه، فهما راه عندهم يعني الوظائف ديالهم وحويجات اللي هما ساهلين وبسط. نتمنى انه اللي فهم هذه الفكره اولا هذا نحاول نصورها ان شاء الله هذه اللي كنهضر عليها باش تشوفوها، واكيد على المستمعات اللي عنده دابا الحكاكه راه غادي يعرف هي دايره بحال البيكار طويله، حيت ما عرفتش كيفاش غادي نوصل، هي جاتني بحال كتشبه البيكار وكنحطوا فيها الثومه وكتحيد لنا القشره بسهوله وكتخرج لنا غير الثومه يعني مدقوقه بوماد، وهذيك البلاصه راه فيها واحد الا حطيتو فيها الزيتونه اللي عنده يجرب ويعاود يتواصل معنا. اذا نمشيو عند لطيفه غزالي باش ناخذ اول اقتراح، باش غادي نبداو لطيفه؟ الوغ نبداو بالكرعين باللوبيا. اييه تفضلي. مهم
خديت تقريبا واحد كيلو لاروف ديال الكرعين ديال البقري. ايه مهم غسلتهم مزيان كما عارفه المستمعات وداك الشيء ضروري. ايه غسلتهم مزيان درتهم خديت انا غادي نعطي المقادير والطريقه في نفس الوقت. خديت الكرعين ديالي درتهم في الطنجره ديال الضغط، درت عليهم واحد البصله، شلطت عليهم واحد البصله، درت عليهم واحد هما الكرعين تيبغيو الثومه تقريبا راس ديال الثومه. ايه ايه حكيتها ودرت درت القزبر والمعدنوس ودرت الزيت، درت شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، ودرت تقريبا واحد معلقه ديال المطيشه ديال الحك، ودرت واحد الكاس ديال الماء طايب. واخا صافي خويته شرملت داكشي مزيان مع داك الكاس ديال الماء، حطيت داكشي حتى تشرمل ليا مزيان. وانا المهم شديت داك اللوبيا ديالي، خديت داك اللوبيا صغيره درتها في كاسرونه في الماء تغلى باش كتحيد فيها داك الكشكوشه اللي الفوق تنحيدها. ايه واخا ديالي تسد لينا لي غاز وداكشي. المهم طلقتها شي جوج المرات باش تجي سهله. ايه كيتعاود الصوت، يمكن الراديو شاعل حداك. واخا شكرا سمحي لينا. اي يمكن مشكله يا بنتي مرحبا. المهم شلنا اللوبيا. اي درتها في الماء جوج المرات طلقتها خليتها درتها كتصفى. المهم ملي شرملت الكرعين ديالي الشرموله ملي تشرملوا زدت واحد البصيله ودرت هذيك اللوبيا درتها مع داك الشرموله ديالي حتى هي وعاد خويت المطايب. ايه ودرت هذه الضامه ديال ضامتي ديال البقري. ايه صافي وخويت المطايب وسديت على الكوكوت ديالي. ايه واخا وصافي وطابت وقدمتها في. ايه الله يعطيك الصحه. كرعين الصراحه ذوقتهم كيجي زوين وعندهم فوائد كثيره. ضامتي درت فيهم ضامتي جاو تبارك الله. ايه ماشي مزيودات ديال الحار. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. هادو بالنسبه للكرعين باللوبيا. ونمشيو للاقتراح الثاني اللي هو السردين بالخضره، دخلتي الفران يعني في المول ديال الدجاج ديال الكغاطه. وي دونك خديت السردين غسلته مزيان مهم غسلته درتو يتسكر. خديت المهم تقريبا الكميه اللي بغا فعلا على حسب على قد المستطاع. وخديت هذا درت صوب الشرموله ديالي درت فيها الثومه تقريبا واحد 6 دروس ديال الثومه ودرت القزبر والمعدنوس بزاف تقريبا واحد تقريبا 4 المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس حيت الحوت تيبغي. اييه ودرت سكنجبير درت معلقه تقريبا عامره ديال السكنجبير معلقه عامره ديال الكمون. راه مرتبكه شويه لا لا حنا متبعين معاك تبارك الله عليك لطيفه ان شاء الله متاويده. اول مره غادي يعني انا زعما من المعجبات ديال الميد غاديو ولكن الله يبارك فيك. ايوا الحمد لله هذه هي الفرصه اللي نتعرفوا عليك اكثر. مرحبا بك ان شاء الله. مهم درت سكنجبير معلقه سكنجبير معلقه ديال الكمون معلقه ديال التحميره وتقريبا درت واحد تقريبا 4 كاس ديال زيت العود ودرت المهم كاع التوابل اللي درت ودرت ضامتي ديال الحوت. ايه ودرت عصير الحامض تقريبا تقريبا حامضه صغيره عصرتها وخديت العصير ديالها صافي وخلطت داك الشرموله وزدت فيها تقريبا واحد معلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك ودرت تقريبا واحد جوج معالق ديال الماء. ايه واخا صافي وخلطت داكشي شديت السردين ديالي شرملته في داك الشرموله درت وحده فوق من وحده. وخديت اللاطه ديال هذا ديال الفران ديال الدجاج خديت البطاطا ما سلقتهاش غير قطعتها دوائر قطعتها رقيقه. المهم انا تنعطيك الطريقه وتنعطيك المقادير. ايه فعلا انه سهل. خديت المول ديالي دهنته بشويه زبيته بلديه درت شرائح ديال البطاطا وخديت خيزو سلقته سمحوا لي قطعته حتى هو دوائر صغار سلقته شويه حيت هو تيشد الطياب سلقته شويه في كاسرونه مع شويه مليحه وتا هو درته تقطر ودرته على داك البطاطا. وخديت فلفله قطعتها دوائر المهم فلفله خضراء كاينه الصفراء خضراء المهم اللي كاينه انا درت غير اللي عندي خضراء ودرتها حتى هي فوق من داك خيزو
وخديت داك الحوتات ديالي اللي شرملت وحده فوق من وحده صافي وشفتهم على شكل ورده. اي فعلا على شكل ورده. وخديت داك لاصوص اللي بقات ليا ديال الحوت زدت معاها شويه ديال الزبيده بلديه وشويه ديال المطيشه ديال الحك وخلطت مزيان وضفتهم فوق من داك السرديد صافي. وخديت الطريفات ديال الحامض ودرتهم من الفوق ديالهم طابق ودخلت الفران. هادشي اللي كاين وكل خير تبارك الله. وفعلا هاد يعني الطبق هكا ديال السردين بالخضره في الفران كيجي زوين كيجي ناشف وفعلا ديك الشرموله وديك الخضيره وحتى الوليدات يعني في الطبيصلات كياخذوا هكا يعني السردين تياخذوا بطيطات ياخذوا فليفلات ياخذوا من كل شيء يعني الخضره والسردين. انا ولادي ما تياكلوش السردين ولكن ني تندير لهم هالطريقه ديال الفرمان هذه يعني تندير لهم كل واحد تندير ليه البلا ديالو. اي هادشي اللي كاين فعلا كيعجبهم هكا بالخضر. الله يعطيك الصحة لطيفة تبارك الله عليك. لطيفة غزالي مشكورة جدا ومبروك عليك الفوز معنا في المسابقة ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج لا مولاتي وفي موعد ثابت ككل يوم خميس كتحضر معنا الدكتورة صابرين الشيوي طبيبة متخصصة في علاج يعني أمراض السكري أخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية. أهلا بك دكتورة صابرين. أهلا بك سناء. أهلا بمدغجو. أهلا بالمستمعين الكرام. الله يبارك فيك. اليوم غادي نتكلموا على التغذية اللي كتساعد وكتحمي من الإصابة بالسرطان من جهة والتغذية اللي تهيج الخلايا السرطانيه واللي خاصنا نتفاداوها. كنعرفوا لانه شهر اكتوبر الوردي شهر التحسيس شهر التوعيه باهميه التشخيص المبكر للوقايه من سرطان الثدي بالتحديد ومن كل السرطانات. اليوم بغيو نتكلموا على الجانب ديال التغذيه والدور الكبير ديال الوقايه من السرطان بالتغذيه الصحيه لانه عندها هي واحد الدور مهم عندها واحد الجانب كبير بالاضافه للتشخيص المبكر والعلاج في الوقت ديالو. فنبغيو نعرفوا لانه جوج الحوايج نبغيو نعرفوهم هو التغذيه اللي كتساعدنا واللي كتحمينا قدر الامكان كوقايه من السرطانات وفي نفس الوقت نبغيو نتكلموا على شنو هما التغذيه اللي خاصنا نتفاداوها قدر الامكان واللي كتهيج الخلايا السرطانيه. وعاد ديك الساعه ان شاء الله نمشيو نتكلموا على الاشخاص اللي تعالجوا من يعني من سرطان يعني سواء ديال الثدي ولا عنق الرحم ولا غيره من السرطانات وفتره نقاهه ولكن تيرجعوا للتغذيه العاديه ما تيعرفوش اشنو غادي ياكلوا شنو هما الحوايج اللي خصهم يتفاداوهم. الوغ اولا كنتمنى بهذه المناسبه الشفاء لجميع مرضى السرطان. الله يشفي الجميع. وي الوغ قبل ما نبداو في التغذيه نحب عجاله نعرف بمرض السرطان. الوغ مرض السرطان هو واحد النمو ديال الخلايا اللي هي غير طبيعيه اللي كتبدا كتنقسم و ال سوبي ان ديفيزيون انارشيك سافي دير كو جميع الخلايا ديال الجسم عندها واحد النمطيه عندها واحد لو سيكل يعني كتنمو بواحد القدر من بعد كتموت من بعد اليميناسيون ديال الخلايا الا الخلايا السرطانيه اللي هي كتنمو بواحد الشكل اللي هو غير طبيعي و ال سوبي واحد الانقسام غير مسيطر عليه. الوغ كاين الابحاث اللي كتقول بان جميع الاشخاص يعني الناس كلهم عندهم خلايا سرطانيه نائمه يعني اليتا دورمون وهذه الخلايا السرطانيه كتستيقظ ولا كتفيق على اثر بعض المؤثرات الخارجيه. سافي دير كو الناس كلهم لا بوبولاسيون لي زيتر هومان كلهم عندهم دي سيلول كانسيروز دورمونت غير هما كيفيقوا على اثر محفزات يعني هي دي شوز اللي كيحفزوهم وكيخليهم كيقدروا يفيقوا يعني كيقدر يجي السرطان ويقدر ما يجيش. الوغ الحويجات اللي كيفيقوا هذه الخلايا السرطانيه هما اولا لو ستريس. الوغ لو ستريس الضغط النفسي. ثانيا القابليه للسرطان العائليه يعني ما كيناش هناك وراثه في السرطان ما هناك وراثه في القابليه للسرطان. سافدير الى الشخص عنده سرطان في الاسره ديالو ولكن اعتمد على واحد الحميه غذائيه اللي هي صحيه واللي هي متوازنه فهو عمره ما غيوصل للسرطان يعني الا دار في باله ورد البال ما غيوصلش لهذيك لا سيتوياسيون. الوغ كاين اوسي لا بوليسيون يعني التلوث كاين الافراط في التدخين في شرب الكحول كاين التعرض المفرط لاشعه الشمس كاين السمنه. الوغ كنعرفوا بان السمنه كدير واحد لو باغراد دانفلاماسيون يعني ملي كتكثر الخلايا الدهنيه فهي كدير لنا واحد النوع من الانفلاماسيون. الانفلاماسيون هي لو تيغان ديال لي كونسير يعني اللي هي ال يعني لوندروا اللي كيجي فيه ولا البريكورسور ولا الحويجه اللي كتجيب لنا السرطان بواحد السرعه. داكشي علاش الناس اللي هما سمان فهما اكثر عرضه للسرطان من الناس اللي هما عندهم ان ام سي كي نورمال. كاين اوسي قله النوم
ولا تغير نمط النوم. الوغ حنا عندنا واحد الغده صنوبريه اللي هي متصله بالنيغوبتيك، يعني عندها علاقه بالنيغوبتيك. نورمالمون ملي كتغرب الشمس، يعني ملي كيطيح الظلام، خصنا نكونوا في هذاك الوقيت غنمشيو ننعسوا، نستعدوا للنوم. فوالا علاش، لان النيغوبتيك كيعطيها لو سينيال بان كاين الظلام. دونك هي شنو كدير؟ فهي كتفرز ماده الميلاتونين والفالونتونين اللي هما هرمونات اللي مسؤولين على النوم، واميم طون هرمونات مسؤولين على المناعه. دونك الناس اللي ما كينعسوش مزيان ولا اللي عندهم واحد الارق في النوم هما اكثر عرضه للسرطانات، لان عندهم نسبه الميلاتونين والفالونتونين ما مقاداش. كي دي ما مقاداش صافي دير كو المناعه فيها خلل، الوغ كو النوم هو الوسيله، يعني واحد نقدروا نقولوا بان لو سومي في حد ذاته اتون كور، يعني هو علاج، لان جميع الخلايا كتجدد في النوم، واي حاجه تلفات ولا خطرات او كوغون لا جورني في لو سيستيم ديالنا ايمونيتير فهي كتقاد في الليل. وكاين بزاف الاعضاء اللي كيخدموا غير بالليل، من بينهم اهم عضو اللي هو الكبد، كيف ما قلنا في حلقات سابقه. فالكبد اللي مسؤول على المناعه، والكبد اللي مسؤول على لا فيلتراسيون، والكبد اللي مسؤول على ديتوكس، كيخدم كل نوي، يعني خصنا نعسو باش نريحو باش نخليوه يخدم. دونك الناس اللي ما كيخليوش الكبده ديالهم كتخدم هما اكثر عرضه للسرطانات. دن الو هذا بالنسبه وي الو هذا بالنسبه للتعريف ديال السرطانات. بيان سور الاعراض كتختلف على حسب نوع السرطانات، واش ثدي، واش رئه، واش جلد، واش مبيض، واش عنق الرحم، واش رئه، واش بنكرياس. دونك على حسب كل سرطان اش من منطقه جا فيها، دونك الاعراض كتكون مناسبه لهذيك المنطقه. اوتر شوز، يعني من بين المسببات ديال السرطان كاين دابا هذا الاكل، يعني جميع انواع الاكل اللي هي مصنع. علاش؟ لان فيه واحد المواد اللي هي حافظه، الو هذيك المواد الحافظه كدير لنا مشاكل في القولون في الجهاز الهضمي، دونك كتؤدي الى سرطانات ديال الجهاز الهضمي. عندنا وسي المحليات الصناعيه، يعني لي زاديتيف اللي تا هما كيؤديو الى اللي كيتزادوا في الماكله، افكتيمون اللي كيتزادوا في الماكله. عندنا وسي المقليات، لان كنسخنوا الزيت بواحد الدرجه اللي هي معينه اللي ما خصوش يوصل لها، دونك اوتوماتيكمون كيدير لنا واحد الالتهاب في الجهاز الهضمي. كيف ما قلنا بان لو تيران دو كونسير اي اون انفلاماسيون، يعني كي دي التهاب دي اون انفلاماسيون دي ان كونسير او لون كور. كاين اوسي ماده البلاستيك، الوغ كاين البلاستيك اللي كيكون من واحد ماشي بون كاليتي، الوغ فيه واحد الماده اللي سميتها لا ديوكسين. يعني مثلا الناس اللي كيبغيو يبردوا الماء في الثلاجه، الوغ ملي كنحطوه في واحد القنينه ديال البلاستيك، الوغ ملي كيوصل لواحد لا تمبيراتور الماء كيتجمد، فداك البلاستيك كيطلق الديوكسين، كيتفاعل في الماء، كيتفاعل اي حاجه درناها في دوك البلاستيك. داك البلاستيك كيتفاعل سواء على اثر التجمد ولا على اثر التسخين. يعني مثلا الا حطيناه في الثلاجه وتجمد، دونك يتم افراز الديوكسين، ولا خشيناه في الميكروويف وتم التسخين ديالو، فهو اوسي كيطلق ماده الديوكسين. الوغ سا فو با دير كو الثلاجه اللي خايبه ولا الميكروويف اللي خايب، لا، سي داك النوع تاع البلاستيك اللي كنحفظوا فيه الماكله سواء في الثلاجه او داك الشيء او التسخين. فوالا كنوصي الناس باش انهم يحفظوا الاكل ولا المشروبات في الزاج، يعني دو بريفيرونس يكون الزاج، ونعرفوا يعني نكونوا شويه قاريين، يعني ملي نشريو الثلاجه ولا نشريو الميكروويف نقراو شويه في الكتالوج لي موداليتي دو كونجيلاسيون ولي موداليتي دو كويسون ولا دو ريفريجيراسيون. حيت حنايا كيف ما كنشريو مثلا ان ايباد ولا ان ايفون ولا ان تيليفون وكنقراو كيفاش كيعمل، خصنا اوموا نعرفوا كيفاش خصنا نستعملو باش نجمدو ولا باش نسخنو بطريقه صحيحه، بطريقه اللي هي صحيه. الوغ كاين اوسي اللحوم المصنعه، الوغ لي شاركوتري، لي سوسيس. علاش؟ لان فيهم واحد المواد اللي هما لي نيتريت، وهاد المواد النيتريت فهي سي سون دي بريكورسور اوسي دانفلاماسيون. علاش؟ شنو كيطرى؟ هاد اللحوم المصنعه ملي كيطرى الهضم ديالها هي كتفرز واحد الغاز اللي هو غاز الامونياك، وهذاك الغاز الامونياك كيتحد ليا مع لي غاديكو ليبر، مع الجذور الحره. هذوك الجذور الحره هي سبب السرطانات، وكتراكم ليا في منطقه القولون. الوغ الا ما كانش لا سيلولوز ولا لي فيبر، لا ما كانوش الالياف الغذائيه اللي كيساعدونا باش كنتخلصوا من هاد الامونياك ومن هاد الجذور الحره، فكيترى تعفنات في منطقه القولون، ومع الوقت هاد التعفنات كتولي عباره عن سرطان القولون. كاين اوسي الدهون المشبعه، لي زاتيد غرا ترانس. الوغ هادو اولا كاينين في الويل دو بالم، يعني اي حاجه فيها الويل دو بالم بواحد النسبه عاليه فهي دهون مشبعه اللي هي مضره جدا للصحه.
كاين بيان سور لي فاست فود كاين وجبات سريعه فوالا وكاين في اي حاجه مقليه بواحد الحراره معينه دونك هذوك الدهون المشبعه خصنا نعطو لهم البال. كاين منتجات الالبان بكثره يعني الناس اللي كيستعملوا ولا اللي كيستهلكوا منتجات الالبان بكثره فهما اكثر عرضه سورتو لي زوم اكثر عرضه لي كانسر دو بروستات لان لقاو الابحاث بان هذوك الالبان وهذوك الاجبان بكثره فهي كدير تهيج لمنطقه البروستات دونك كتكون فيها شي يعني اون انفلاماسيون اللي من بعد كتولي ان ايتا دو كانسر. منتجات الالبان ولو تكون يعني من مصدر طبيعي يعني انا جوستمون انا قلت كثرت استهلاك فوالا حيت كاين الناس اللي مثلا كيشرب نص لتر الحليب في النهار اللي كياكل الاجبان الرايب البلبلدي مثلا فوالا مي بواحد الكثره ما يكثرش منهم باش ما يكونش داك التهيج ديال الالتهابات افيكتيمون هادو كلهم يعني مسببات واللي كنظن بصراحه هادو كلهم مسببات اللي ذكرتي ماشي كيأثروا غير على السرطان وانما حتى الله على امراض كثيره يعني على مستوى الجسم ديالنا واللي خاصنا بصراحه نحاولوا قدر الامكان على انه نصحوا هاد السلوكات الخاطئه ونصحوا التغذيه. تكلمنا مع اطباء على يعني السرطان الاعراض المسببات كيف قلتي دكتوره صابرين على الاساس انه كل نوع سرطان وعنده اعراض ديالو خاصه عنده تشخيص معين عنده كذلك علاج معين ولكن كتجمعنا كلنا التغذيه الصحيه الصحيحه السليمه فاليوم بغيو نتكلموا بالتحديد على التغذيه ونبداو يعني بالحوايج اللي هما ايجابيين يعني بالنسبه للتغذيه اللي كتساعد واللي كتحمينا من يعني من السرطان اولا من تكاثر هذيك الخلايا السرطانيه. الو غنبدا بان سيتاسيون ديال هيبوكرات اللي هو لو بير دو لا ميديسين يعني اللي هو اب الطب. Alors, Hippocrate قال بأن que ton aliment soit ta seule médecine. يعني بأن الغداء يعني هو normalement بالنسبة له la seule médecine. Ou normalement, خصنا نبداو نداويو بالغداء قبل الدواء. Autre chose, une autre citation قال بأن la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Ça veut dire que أكبر طبيب هو القوة العزيمة اللي عندنا والقوة الداخلية والانفي ديال الشفاء الذاتي. علاش الجانب النفسي عنده دور كبير يعني في العلاج من أمراض ومن مرض السرطان. إفكتيمون. ألوغ لي التريتمون اللي هو أبيتوال ديال الكانسير معروف سي لا شيروجي سي لا شيميوثيرابي لا راديوثيرابي. غير أن يعني لاسوسيسيون أمريكان ديال لي كانسير ابتدعت واحد اون وادير اون نوفيل ثيرابي اللي سميتها لا نوتري ثيرابي يعني اللي عندها علاقه بالتغذيه لا نوتري ثيرابي سي التداوي بالغذاء والابحاث كلها كتشير بان هاد لا نوتري ثيرابي كتنقص من خطر بعد الاصابه بالكانسير يعني قبل ما الشخص يظهر عليه المرض فهي كتنقص من الخطر يعني تقدر تحميه من الاصابه بالمرض ديال الكانسير. علاش؟ لانها كتدمر هذيك الخلايا اللي قلنا كتكون اليتا دورمون دونك ما كتخليهاش كتستيقظ ولانها كتدمر هذيك الخلايا. وهاد لا نوتري ثيرابي اللي بازي سور دو سيستيم اليمونتير كاين سكون ابل لالكا لايف ولانتي انجيوجينيك دايت. الوغ غنفسر شنو هي لالكا لايف وشنو هي لانتي انجيوجينيك دايت. لانتي انجيوجينيك دايت هو واحد النظام غذائي مضاد لتولد الاوعيه اللي كتغذي السرطان. الوغ كيف ما قلنا الخلايا السرطانيه كتكون نائمه من بعد على اثر سواء ستريس سواء مسببات كثيره ذكرتي فوالا ولا قله النوم دونك كتستيقظ هذيك الخلايا باش تستيقظ وتقدر تنمو وتنقاسم وتكثر فهي خصها اوعيه دمويه عندها واحد لونجوجينيك سيستيم. هاد النظام ديال التغذيه فهو انتي انجوجينيك يعني كيدمر هذيك الاوعيه. الوغ بمجرد تدمير هذيك الاوعيه فما كتبقاش تنمو هذيك الخلايا دونك اون بو ستوبي هاد لو كانسير. هاد لونتي انجيوجينيك دايت اللي بازي سور بزاف د المكونات على راسهم البراعم لي جيرم يعني ملي كتنبتو ملي كينبتو فوالا بحال جنين مثلا الحلبه اللوبيا سي سا سي جنين الحلبه اللوبيا القمح العدس. الوغ علاش؟ لان لي زونتي اوكسيدون مضادات الاكسده اللي هي كتدمر الجذور الحره وكتدمر الخلايا السرطانيه عباره على فيتامين ا على فيتامين سي على فيتامين دي على فيتامين او على الزنك على السيلينيوم وعلى الاوميغا 3. الوغ انا غنفصلهم من بعد باش نفسر للمستمعين كل حويجه فين كتكون. مي افون هاد لانتي انجيوجينيك دايت اللي كتدمر الاوعيه الدمويه فهي كيف ما قلت الي بازي سور البراعم هذوك لي جيرم الا كانت فيهم في النبته لا فيتامين سي ولا لا فيتامين دي ولا لا فيتامين ا قبل الاستنبات كتكون بين 10 حتى 30%
فملي كتولي جنين ملي كتولي جيرم كتولي بعض المرات كتوصل 400%. الوغ ايماجين تخيل معايا لا ديفيرونس، يعني غنقبطوا واحد 10 حتى 30%، وملي غنجيب لها 60 بات من بعد غتولي 400%. يعني بواحد الطريقه اللي هي بسيطه لاي شخص يقدر يدير 60 بات في البيت ديالو. انا بزاف العقل يعني غير في النشاط العلمي فاش كنا كنديرو كيصدق يعني بسهوله، فبالك دابا اللي تبارك الله عرفنا بزاف ديال الامور يعني نحاولوا نصايبوهم في الدار. الوغ اولا لي جيرم، الوغ كيما قلت فيتامين ا و سي و دي و زنك سيلينيوم و اوميغا 3. الوغ لي اوميغا 3 كيحسنوا المناعه، كيدمروا الالتهابات. فين كاينين لي اوميغا 3؟ كاينين في الاسماك لي باسون غرا، كاين في الفاصوليا الحمراء لي ريد بينز، كاين في البذور، كاين في لي جيرم، وكاين في المكسرات. كاين اوسي ماده السيلينيوم. ماده السيلينيوم فين كاينه؟ كاينه في لي فروي دو مير، كاينه في النخاله، كاينه في الشعير، كاينه في القرقاع ولا الجوز. الوغ الفيتامين او، لا فيتامين او كاينه في لافوكا، كاينه في السمسم، في الزنجلان، كاينه في جميع انواع لي غرين يعني الزرارع، يعني سواء زريعه الكتان، سواء زريعه ديال الشيا، اي انواع ديال الزرارع. وكاينه في الزيوت النباتيه بيان سو، على راسهم زيت الزيتون اللي هو المضاد الاكسده بامتياز. لا فيتامين سي، لا فيتامين سي كاينه في الحوامض، مي سورتو كنوصيو على لي فروي روج، الفراوله، التوت، البرينبري، الرازبري، الوغ الكيوي، الجريب فروت ولا البومبلوموس. الوغ لا فيتامين ا فيهم نسبه الفيتامين سي يعني عاليه بزاف، الفواكه الحمراء. وي الوغ الفواكه الحمراء فيهم فيتامين سي عالي، الكيوي فيه فيتامين سي عالي، الفلفل الفلفل الحمراء والصفراء فيها فيتامين سي عالي. الوغ القزبر ومعدنوس فيه لا فيتامين سي عاليه. الوغ كنوصي اوسي على لا فيتامين دي اللي هي مضاد الاكسده بامتياز. فين كاين؟ كاين في صفرة البيض، كاين في الكبد، كاين اوسي في الاسماك. ولا فيتامين ا، لا فيتامين ا اللي هي عباره على بيتا كاروتين، ملي كيدخل الجسم اي سو كونفيرتي اون فيتامين ا. فين كاين البيتا كاروتين؟ كاين في الجزر، وكاين في اليقطين. هذه بالنسبه للانتي انجيوجينيك دايت. واخا لو سمحتي قبل ما نكملوا، بالنسبه يعني الاستنبات يعني داك الجنين ديال القمح ولا ديال اللوبيا ولا ديال الحمص يعني اللي مثلا غادي نديروه في الدار، شنو ممكن ناخذوا يعني ناكلو هذيك البلاصه اللي منبته يعني بهذيك البلاصه اللي جيرم، هذيك البلاصه اللي منبته غنستعملو فيها وي غنستعملوها في باغ اكزومبل تتكال طريه نستعملوها في لا سالاد. الوغ في السوق سور لو مارشي كاين لي جيرم دو سوجا، انا كنوصي الناس بلاش بلاصه ما يشريكهم مصوبين يصوبوها في الدار، يعني يشريو نبته سوجا دابا كاينه ونبتوها في الدار باسكو هادوك لي جيرم. الوغ هادي ستون يعني ستون نوتري ثيرابي يعني قويه بزاف، يعني ديتروي الاوعيه ديال لي سيلول كونسيروز. يعني الفخمان تكون واحد عنده الفرصه يحاول انه ينبتهم وياكلهم يعني بطريقه اللي كنظن على انه افكتيفون حاجه من اللي كنشوفوا انه فيها الصحه ديالنا، حتى انه الواحد ياكل هذيك الساعه هكا يندغى ولا يعني غتجي الامر يعني الصراحه يجي الامر ساهل. الوغ سينو نقدروا نديروها اون سالاد ونخلطوا معاها يعني مصادر الفيتامين ا سي دي زنك سيلينيوم والاوميغا 3 مع الخس الفلفله مثلا نصيبو اون سالاد كي اون سالاد كي كومبليت. الوغ هذا بالنسبه للشطر الاول. الشطر الثاني سي لالكا لايف. الوغ شنو هي لالكا لايف؟ حنا عندنا واحد نسبه الحموضه في الجسم ديالنا اللي هي البي اتش كيتراوح بين 7.3 7.4 المعدل الطبيعي، المعدل الطبيعي ديالنا داكوغ. الوغ الى هذا المعدل نقص يعني ولا حمضي مع هذا الاكل اللي ولينا كناكلو ديال لي فاست فود وديال هاد الاخطاء كلها اللي كنديرو في التغذيه، ولا مع كثره استهلاك السكر ولا الملح، فالوسط كيولي حمضي. دونك الا ولا الاوسط حمضي فهو كيولي حضن الامراض، يعني المناعه كتنقص، الشخص كيولي اكثر عرضه للامراض لي كونسير. الوغ فتره احتضان المرض كتكون طويله، الخمول، الكسل، العياء، لي ميغرين، الوغ هشاشه العظام، الصداع، كاع يعني كاع هذا الشيء اللي كان للناس كيكونسلتو عليه دابا بزاف. فهو الاصل ديالو ان الميليو ولا البي اتش ولا حمضي. دونك هما لقاو بان الا رجعناه قاعدي يعني لالكا لايف، الا تبعنا نظام غذائي قاعدي يعني الكالا، فهو نوع من الشفاء. شنو هو النظام القاعدي ولا اللي كيرجع لنا ديك الحمضيه مقاده؟ اولا سي الماء. الوغ الماء الي نوتر، ما حمضي ما قاعدي. ملي كنشربوه بكثره واخا الوسط كيولي حمضي فهو كيردو لينا قاعدي. دونك انا كان انسيستي على الماء. الوغ الماء ا فولونتي.
اوتر شوز لقاو بان الخضر والفواكه نظرا لاحتوائها على لي فيبر وعلى لا سيلولوز فهذاك لي فيبر ولا سيلولوز كترد اوسي لانفيرونمون كتردو اللي هو قاعدي. كاين واحد لا ريغل اللي كيعتمدوا عليها في الكالايف هي درينك فيجيز اند ايت فروت، معناها بان خصنا نشربوا الخضر وناكلوا الفواكه. Alors sur le plan pratique, c'est quoi? من ديروهمش عصائر. Voilà. Justement, c'est عصائر الخضر. لأن الخضر هي اللي فيها اللي فيه وفيها السيلولوز وهي اللي خصها تكونسوما بكثرة. Alors مثلا باش نخرجوا واحد الكويس ديال الخيار فحنا شحال خصنا ندوزوا في لا سنتريفيوج، خصنا ندوزوا كمية كثيرة باش يخرج لنا الماء ديالو. Alors إلا حطينا ديك الكمية كثيرة الشخص ما يقدرش يتناولها. دغيا غيتسقم. باغ كونتخ إلا دوزناها في لا سنتريفيوج يلاه غتخرج له كويس. دونك الجسم ديالنا غيستافد من كمية كثيرة الخضر عبر كأس عصير. باغ كونتخ لي فخوي خصنا ناكلوهم ولكن بالقياس لأن فيهم سكر الفركتوز. دونك إلا تبعنا هاد الكالايف وفهمنا شنا هي درينك فيجيز ولا إيت فروت يعني خصنا نشربو الخضر وسيغتو شمن الخضر تو سكي فيغ أي حاجة غنية بالكلوروفيل. الخيار الكرافس الوغ جوستومون ذكرتي واحد واحد الخضره اللي هي رائعه اللي هي الكرافس. الوغ الكرافس الى لاحظنا الشكل ديالها هو على شكل عظم وسبحان الله بزاف ديال لي ليغوم عندهم لا فورم ديال لورغان اللي هما كيحافظوا عليه يعني مثلا اللوبيا ولا الفاصوليا فهي عندها لا فورم ديال لي غان. الوغ الجوز عنده لا فورم ديال الدماغ. الوغ الكرافس عندهم لا فورم ديال العظم. الوغ صحة العظام في الكرافس. والكرافس هي غنية بفيتامين سي وكا والكالسيوم والمجموعة باء وغنية جدا بالماء. دونك أنا بالنسبة لي أي عصير خضر فخاص يكون في قلب منه الكرافس. ولا مثلا شليضة يتقرد رقيق مثلا ناخذو هو طري. افكت بيان سور هو طري. الوغ وبيان سور كاين دو تيب دو سيلغي. كاين لو سيلغي نورمال وكاين لو سيلغي غاف. الوغ كاين الكرافس البلديين ديالنا الخضر. وكاين اوسي الكرافس اللي هما مكورين دابا راه كاينين سوغ لو مارشي. دونك انايا كنوصي الناس بان يستعملوهم بجوج. علاش؟ الكرافس البلدي ديالنا المعروف. الوغ البلدي هو هو مفيد لصحه لي كومون دير لي زول لانجيلين يعني العظام على شكل طولي. الوغ لو سيلغي غاف الكرافس البلدي فوالا. الوغ لو سيلغي غاف هو مفيد جدا لجنو الركبه فوالا ومفيد لا شوفي يعني الاشخاص اللي كيعانيو من السمنه وعندهم ثقل على المنطقه السفليه ديال القدم وكيطرى لهم اون ريتونسيون دو يعني كيطرى لهم احتباس سوائل يقلبوا على داك الكرافس اللي مدور فوالا اللي مدور. الوغ انا بالنسبه ليا العصائر ديال الخضر كيكون فيهم بيان سور الكرافس اون تيت دو ليست كيكون فيها الخيار لان الخيار هو غني جدا بالماء. الوغ كيكون فيها السبانخ ولا الوغ سوا لي زيبينار سوا الكرنينا سوا السلق يعني اي حاجه من 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 هاد لا فامي ديال لي كروسيفير حيت هما كلهم غنيين بالكلوروفيل بالحديد بالفيتامين بي 2 او كا و ا و سي. الوغ اوسي كاين الملفوف يعني الكروم. الوغ الكروم معروف بان كيثبت مستوى البي اتش ومضاد للاكسده بامتياز بحال هذاك الموف بحال الخضر اي نوع ديال الكروم جوستومون. الوغ مضادات الاكسده بزاف الانواع كتختلف على حسب اللون ديالها يعني مثلا الا قلنا خضر سي لا كلوروفيل الا مثلا قلنا احمر طماطم سي ليكوبين إلا قلنا برتقالي الجزر ولا اليقطين سي البيتا كاروتين سي جوست مثلا كل اللون عنده مسمى مي هما كلهم مضادات اكسده يعني انا بالنسبه لي الملفوف يعني كون جو دي ملفوف سي لي شو سوا فيغ سوا موف الوغ كاين اوسي انواع ديال الخس اي كاين انواع كثيره فوالا داك لي طويل اللي بيض فوالا الوغ انا كنوصي بالخس البلدي ديالنا داكوغ وكنوصي اوسي بلا ماش كاين واحد الخس سميتو لا ماش الوغ هذاك لا ماش هو غني بزاف فيتامين ا وبالنسبه للناس انا كنوصيهم باش يكونسوميوه يعني فريكامون يعني سوفون. كاين اوسي لافوكا. الوغ لافوكا غني بالفيتامينات بالاملاح المعدنيه بلي زوميغا 9 يعني حتى هو نقدروا نستغلوا المضادات الاكسده اللي هي فيه. الوغ بالنسبه لهاد الكالايف هي كتخلص من الجذور الحره كتحارب الشيخوخه. شمن شيخوخه؟ الوغ شيخوخه الجلد وشيخوخه الدماغ. ما شنو كنعني بشيخوخه الدماغ يعني كتحمي من الامراض العصبيه كتحمي من الزهايمر من الباركنسون اي اوسي هاد الكالايف فهي كتخلي البكتيريا النافعه الميكروبيوت والبيفيدوس كيخدم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. اوتر شوز كاين لا سبيرولين. لا سبيرولين هي نوع من الطحالب حتى هي اللون ديالها اخضر
جد غنيه بلا كلوروفيل وكترفع المناعه. يعني منين نديروا عصير ديال الكرافس اللي معاه السبانخ اللي معاه المعدنوس معاه الخيار نزيدوا واحد المعلقه ديال السبيرولين راه هي كتبع على شكل بودره لان كترفع المناعه بواحد الشكل اللي هو قوي. الو هذا الشيء اللي كندوي عليه سواء لانتي انجيوجينيك دايت ولا لاكالاي فهو كيصلح الناس باش يحميو راسهم من السرطان وكيصلح اوسي الناس اللي كيعانيو من السرطان واللي كياخذوا لو تريتمون باش يقويو المناعه باسكو حنا محتاجين في لي دوكا نقويو المناعه فعلا. اذا اكيد مازال مواصلين دائما رفقه دكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. مرحبا بتساؤلاتكم الطبيه دائما على 0522 88 00 61 61 62. اذا غادي نمشيو مباشره نستقبل مكالماتكم الهاتفيه وناخذ اول مكالمه معنا. امينه من الرباط. الو الو السلام عليكم امينه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك مرحبا. بارك الله فيك. عندي جوج الاسئله. ايه تفضلي تفضل. انا جدتي توفت بالسرطان. وي كان عندها سرطان في الانف. وي بعد اشهر صابت الوالده ديالي بسرطان ديال القولون. وي تعالجت منه. وي السؤال الاولاني هو السرطان واش هو وراثي؟ وي لان حنا كنا عندنا تخوف. واش كاين شي مثلا تحاليل خصنا نبقاو نعملوهم حنا كعائله كنا او شنو ممكن نعملو؟ داكوغ. والسؤال الثاني هو ان عندي الام ديال الزوج ديالي تصابت بالسرطان في الرحم هذه 15 سنه. وي وعملت لها شيمي ثيرابي وعملت الادويه وكل شيء بقى الكونترول. دابا حاليا الاعراض ديالو ديك السيده عندها 80 سنه كتقز بالدم ودابا رجعت كتبع الطبيب واش هو احتمال ان بعد مده ديال 15 سنه يرجع يبان مره اخرى؟ واش زولات الرحم؟ لا ما حيداتش الرحم. لا داكوغ وشكرا لكم. مرحبا لاله وخاص معنا ان شاء الله ونجاوبوا على التساؤلات ديالك امينه. مرحبا بارك الله فيك. الوغ من ناحيه الوراثه كاين الوراثه ممكن ما كاينش ما كاينش فوالا ما كاينش الوراثه في السرطان كاين الوراثه الى القابليه الى السرطان. الوغ بالنسبه للكونسير ديال الانف الجده ديالها والكونسير القولون ديال الام ديالها فهما ما عندهمش علاقه لان الكونسير ديال الاسفير اويغال بوحدو وديال لاباري ديجستيف فهو بوحدو. الوغ التحاليل وي كاينين تحاليل كاين تحاليل ديال سكون ابل لي ماركور تيمور صافي ديغ مثلا كونسير الانف عنده واحد ماركور تيمورال عنده واحد لانديس اللي كيطلع والقولون عنده ماركور تيمورال. انا بالنسبه لي خاص تقدر يقدروا كلهم يديروا تحاليل ديال لي ماركور تيمورو ديال القولون ديال الام ديالهم. اوتر شوز كاين تغذيه اللي كتحمي من 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 الكانسير ديال القولون لان هما اكتشفوا شنو هو الكانسير ديال القولون سي كو مثلا كيجي سورتو عند الاشخاص اللي كيعانيو من القبض اللي ما كيخرجوش بواحد الطريقه نورمالمون. نورمالمون خاص الشخص يخرج بواحد الطريقه يوميه وكان انسيستي على يوميه. الشخص اللي ما كيخرجش بطريقه يوميه سي با نورمال ولو تكون مره في النهار راه جوستمون نورمال هي مره في النهار مره في النهار فوالا. الوغ مثلا انا كيجيو عندي دي باسيون الكابيني اش كيقولوا لي؟ كيقول لي دكتور حنا ما كنخرجوش بوندون 4 جور بوندون اون سيمين حنا ديما مولفين هكذا. ما كايناش شي حاجه سميتها حنا مولفين هكذا. حنا لاباري ديجستيف ديالنا دابا تخيلي معايا دابا باغ اكزومبل اون فواتور لي غاده ياك ملي كديري فيها البلان تو كوندوي وكتمشي الوغ شنو كتخرج؟ ليشابمون. ليشابمون كتخرج منه واحد لا فومي فوالا. الوغ حنا كاشخاص كل نهار كناكلو دونك اوتوماتيكمون غنستافدو من الفيتامينات ومن الاملاح المعدنيه وما تبقى ما تبقى سي دي ديشي سي فضلات سي ميكروبات سي تعفنات خاصهم يخرجوا. الوغ الا ما خرجوش شنو كيطرى؟ كيجيو كيتابيسيو لا لوميير كوليك يعني مثلا المصران هو على شكل تيوب دونك كيجيو يعمروا ليا داك داك لو تيوب. الا ما كليتش هاد السيستيم ديال الكالايف سيستيم قاعدي من هاد اللي غيغسل لي هذاك لو تويو وغيخويه لي من الداخل داكوغ وغيزول لي الفضلات فغيطرا تراكم تما غيطرا تراكم تعفنات والفضلات. الوغ نهار على نهار شهر على شهر سيمانه على سيمانه يولي بحال التراكمات غيطرا اون انفلاماسيون. الانفلاماسيون مع الوقت يقدر يتقبلي الغشاء ديال المطران باسكو سيتو يعني اكيد بان الناس ملي كيعيدوا في العيد الكبير كيشوفوا المطرنات شحال هشاش دونك ما يقدروش يصبروا على داك الضغط اللي كنديروا لهم. الوغ من هنا كيف ما قلنا لانفلاماسيون سالولي دي كانسير يعني اما غترى مرضي انفلاماتوار كرونيك دالانتستان لي ميكي اللي هي كرون ولا اختي اش غيبدا يدوز بالدم ولا سي ان كانسير كوليك. داكشي علاش في الاونه الاخيره لاحظنا بان لي كانسير كوليك في المغرب
يعني تزادوا بواحد الدرجه اللي هي شويه مخيفه. داكوغ، الدواء اللي كناخذو كوم لاكساتيف باش الاشخاص ملي كيطرا لهم القبض كيقول لك لا كناخذ الدواء، وي تاخذ الدواء ولكن عند الضروره، لان ما تنساش بان الدواء شنو كيدير، فهو كيخرج لك دوك الفضلات اللي تراكموا في الجزء السفلي، مي داكشي اللي بقى الفوق متراكم الدواء ما غيوصلوش. غنعالجو سي النظام الغذائي، سي النظام الغذائي، سي الخضر، سي الفواكه، سي سي النخاله، سي الشعير، لان الشعير والنخاله هما اللي ولا الخرطال الحبوب الكامله هما اللي كيغسلوا لي لا لوميير كوليك. داكشي علاش الامريكيين اخترعوا هاد لا نيوتري ثيرابي ولا اكتشفوا هاد نيوتري ثيرابي. يعني مثلا كونسيرت القولون في امريكا ما كيديروش لا شيميوثيرابي، يا با شيميوثيرابي نو، سي كيزولوا ديك البلاصه ديال المصره اللي مريضه باغ شيغورجي، وكيديروا نظام غذائي، وبيان سور الحركه الرياضه، لان الرياضه كتخلينا كنفرزوا اكسجين اكثر وكالسيوم اكثر، فبالتالي كنتمثلوا الشفاء بواحد الطريقه اللي هي احسن. انا بالنسبه لسابيل ميغ اللي ابخي 15 عام واش يمكن نرجع لها لو كونسير، الوغ انا بالنسبه لي لو فات لان ما زولاتش الرحم، وي امكانيه بان يرجع لها، كون كانت محيده الرحم ليست هناك امكانيه. لو فات كيخلاو ليها الرحم نوعا ما على قلتي خلينا شي حاجه اللي تقدر تظهر من بعد. دابا المشكله يعني 80 سنه كيولي صعيب انه الواحد يفكتم. نتمنوا خير ان شاء الله. هو معنا فاطمه من قلميم. الو الو فاطمه، الو فاطمه كي دايره اختي؟ انا الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا بارك الله فيك. سيت عافاك نستشر مع الدكتوره. اي تفضلي دكتوره، كي دايره لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. عافاك دكتوره، انا كنعاني من جهاز الهضمي وي الجين هادي، وما نعرف اش ندير داوي دار فوبروسكوبي ديال المسران. شنو لقاو عندك؟ وشنو لقيتي في لافيبغ؟ شنو تيقولوا لك؟ المسران قال لي ما لقى والو، زعما ما كاين مشكل. اييه المعده قال لي فيها جرح وجوج قرحات صغار هكا. داكوغ، اون غاستريت. مثلا قد كاع الحر الحموضيه بزاف المشاكل. وفي الماكله كتاكل كلشي؟ اييه تناكل. كتاكل داكوغ. تناكل غير هذا الشيء ديال الدهون بزاف مثلا قد عليه، وما هادشي اللي قلت لك مع الحر مع الحموضيه مع الحليب، انا نشرب الحليب هكا بارد تيولي كلشي كاع حتى في زاري. وي وهذا الشيء ديال القرقاع مثلا قد عليهم. داكوغ. اييه ما عرفتش ندير هذه الصوره. واخا انا غنجاوبك. واخا فاطمه اسمعينا ان شاء الله. داكوغ. الوغ لو فيت كلا فيبروسكوبي عندها اون غاستري، يعني عندها التهاب وعندها جوج القرح، يعني عندنا اون غاستريت، عندنا اون انفلاماسيون. الوغ كيف ما ذكرنا قبيله عندنا واحد نسبه الحموضه البي اش كيكون قاعدي. لو فيت كو هي عندها اون غاستريت سافي ديغ كو البي اش ديالها كيميل اكثر للحموضه. ما كتقدش على الدهون، سي كيكو شوز كي نورمال. الحليب لان فيه اللاكتوز وفيه لاكازيين، دونك هما مواد مهيجه، اللي عندها مشكل في الجهاز الهضمي فهي ما غتقدرش عليهم. باغ كونتخ الفواكه الجافه انا كنوصيها باش ما تنازلش عليهم، يعني واخا في الهضم غيجيوها صعاب، يعني مثلا بالنسبه للجوز نقدروا نديروا واحد البودره فوالا القرقاع نقدروا نديروا نطحنوه وندخلوه في الخبيز يعني ولا في لاسوب، يعني مي هما لي زوميغا يعني نوف اللي فيهم ولا فيتامين او اللي فيهم هي اللي غتحمي ديك لاغاستريت وداك الالتهاب انه يتطور فيه شي حاجه. يعني ما قدرتش تاكلوا صاين طحنوا وتستعملوه في الخبز كيف قلتي ولا في اي حاجه. الوغ كنوصيها بزيت الزيتون، الوغ كنوصيها بالاسماك بيان سور، هي عندها اون غاستريت سافي دير كو الاسماك ما خصهمش يكونوا متبلين بزاف، التوابل نقص من العطريه، نقص من العطريه. الوغ بالنسبه لها كنوصيها بلا فيتامين سي، ولكن نتفاداو الحوامض، يعني مثلا ناخذ لا فيتامين سي من قزبه معدنوس، ناخذها من الفلفله، من ايفيتيو الحوامض حيت ديجا عندها اون غاستريت. من المعدنوس مزيان بيان سور، من المعدنوس من الكرافس من ايفيتيو. الوغ كنوصيها بالجزر سورتو الماء الجزر، الماء البطاطا، والماء الخيار، يعني هادو تستعملهم كمشروبات لانهم كيلطفوا ديك لا غاستريت. وبيان سور خصها تاخذ الدواء ديالها لي وي الوغ لي بونسمون غاستريك، انا ما نقدرش نقول لها السميه ديالهم، مي ضروري ما تاخذ داك الدواء اللي كناخذوه الصباح على الريق وكناخذوه بالليل قبل ما نعسو، باش ديك لا غاستريت ولا داك الالتهاب ولا ديك القرحه ما تطورش لشي حاجه اللي هي كبر. واخا معنا مكالمه اخرى غادي ناخذوا معنا امينه من الدار البيضاء. الو امينه.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمينة مرحبا لالا. الحمد لله الله يبارك فيك. شكرا الدكتورة، شكرا لكم على هذا البرنامج. العفو مرحبا. وبغيت نقول لك تسول إذاعة كاملة بأن أنا ولادي الصغار ولاو تيفيقوا مع الصون باش يبداو مع البرنامج ديال قهوة الصباح. أييه. وفي الليل كينعسوا على الدكتور كريدة. الحمد لله. كنشكركم بارك الله فيك. كنشكركم جميع كاع الناس اللي صارين على هذه الإذاعة والصفقة اللي كيحضروا معاكم الله يكثر خيرهم. الله يبارك فيك. مرحبا لالا. الله يخليك. انا كانوا يلاه توفوا عندي جوج خواتاتي بالسرطان هذا العام هذا، واحده اكبر مني وواحده اصغر مني. وي الاولى كان عندها في القولون وانتشر لها في الذات كامله، في الاخر طلع لها الراس ما بقاش كتعرف اش مسكينه. كان عندها لمده 7 سنين، والثانيه ما كملش يعني 6 شهور ما بينها وما بين اختي الاخرى، كان عندها في كلوستان ومشى لها الكبده. داكور. انا عرفت بان هادشي ماشي وراثي، مع العلم ان العائله كلها تتوفى بهذا المرض، با جدي جده بطمي لا لا مادام حنا ما قلناش ماشي وراثي، انا قلت كاين ما كايناش الوراثه في نوع الكانسير، كاين وراثه في القابليه للكانسير. فهمتيني؟ فهمت دكتوره. ماشي نوع معين يعني في سرطان ككل. لا يعطيك صحتك. بغيت نقول لك والله الله يكثر خيرك انك هضرت على دوك لي جيرم اللي تيصوبوا في الدار، داكشي ما فهمتش بزاف، الا ممكن تعرف تشرحي واش هما اللي كيتكال فيهم. الله يعطيك صحتك. داكوغ. وبغيت نسولك واش كاين شي علاقه ما بين المرض النفسي والادويه اللي كنتناولوها، حيت انا متبعه عند طبيب نفساني انا واختي وحده اخرى دابا مده طويله باش كنتناولوا ادويه نفسيه، واش عندهم شي علاقه، واش كيهيجوا داك المرض، واش يعني هذا المرض النفسي والادويه بجوجهم واش كيقدروا يساعدوا في ان هذاك السرطان يظهر، واش حنا بغيت ان حنا ولينا اللي كضروا شي حاجه كنقولوا نوبته. الوغ حاجه اخرى، الوغ شريفه حاجه اخرى، واش الوغ واش درتي لا كولوسكوبي ديالك؟ انت درتي فيبرو كولوسكوبي ماموغرافي؟ لا ماموغرافي كنديروها. وي كنت درت هذاك سميتو ديال المعده درتو. وي فوالا. لا ما عندي والو. لا ديال المصران. لا ديال المصران ما درناش. داكو. إذا كان ضروري نديروه نديروه. المهم الله يخليك الدكتورة، واللي بغيت نعرفه بعدا هضرتي على النعاس. وي. أنا المشكل ديالي كنمشي عند الأطباء بغيت نفيق، كنعس بزاف. معاش كنعس النهار، نقدر نعس النهار كله، نقدر فين ما حطيت راسي نعس، في الليل كنعس لدرجة أن استمشي ليا ومع كامل احتراماتي أن ما كنعقلش على العلاقة اللي بين الزوج ديالي، كنقدر نعس ونفيق وما كنعقلش شنو صرا. واش كتاخذي أدوية ديال المضادات للاكتئاب؟ كتاخذيهم؟ كناخذ مضادات اكتئاب. داك. كناخذ، ولكن هذا الشيء كان عندي قبل ما ناخذ مضادات اكتئاب. انا نعس بزاف ديما هذا الشيء فيا. داك. واخا لالا. ومع العلم تمشي ليا دكتورة مؤخرا درت تحاليل ولقيت عندي الخزان ديال الحديد فيه 5. وي. ولقيت عندي لا فيتامين دي انفيريور ا 8. وي. وانا عندي ديما لساني كيطيب ليا وفمي ناشف. داك. وشكرا وسمحوا لي. مرحبا لالا. بالعكس مرحبا. مرحبا بارك الله فيك. الوغ الخزان الحديد اللي 5 ولا فيتامين دي اللي انفيريور ا 8، الوغ هادو بجوجهم سو سون دي بريكورسور ديال النركوليبسي، يعني هادو بجوجهم كيجيبوا النعاس بكثره. دونك خصنا ناخذ مكمل ديال الحديد، لان الانيميا كتجيب نعاس وكتجيب الخمول وكترخي باسكو ما كاينش اسيد اوكسجين اللي كيوصل لو سيرفو. لا فيتامين دي كدير الحريق بارتو، وكاين واحد الابحاث فيو كو لا فيتامين دي بارمي لي زونتي اوكسيدون كتبين بان نقص الفيتامين دي يقدر يكون هو بريكورسور ديال لي كانسير، لان هي من اهم مضادات ديال الاكسده. الوغ اوتر شوز بالنسبه لهاد السيده، المرض النفسي ولا الادويه ديالو، الوغ غنفرقوا هاد الجوج. وي المرض النفسي افكتيفمون كيقدر يجيب لينا دي كانسير. علاش؟ لان شنو قلنا؟ قلنا كيف ما قال هيبوكرات، لا فورس كي اون شاكان دو نو اي نوت بلو غران ميدسان، صافا دير كو القوه ديالنا. المرض النفسي كيحيدنا ديك القوه، داكوغ، كيخلينا ما واثقينش من النفس ديالنا، كيخلينا مخلوعين، كيدير لنا لونغواس، كيدير لنا لا فوبي، الخلعه. الوغ بالمغربيه سي الخلعه، هذيك الخلعه ما كتخليكش مرتاح. لو فات كنت ما مرتاحش مع راسك، دونك المناعه ما غتخدمش، دونك حتى حاجه ما غت لي زونتيكور يفون با ترافايي، دونك اوتوماتيكمون اي ميكروب ولا باكتيري ولا اي ملتيبليكاسيون كونسيروز اي حاجه غتطرى. الادويه نو، الوغ الادويه ديال المرض النفسي ما كيجيبوش لي كونسير بيان سور. علاش؟ لان هما يا سي كوا سي دي بريكورسور دو سيروتونين، حيت كيف ما قلنا في حلقات سابقه، فالمرض النفسي ولا الاكتئاب هو نقص لهرمون السعاده، يعني نقص التريبتوفان، نقص السيروتونين. هادوك الادويه جوست كيجيبوا لك هذاك الهرمون اللي انت عندك ناقص،
يعني كيحاولوا يستابيليزيوك. من المرض النفسي في حد ذاته وي هو كيقدر يجيب يعني مجموعه ديال 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 السرطانات. الوغ انا بالنسبه لي فهي خاصها دير انكولوسكوبي. وانا كنعطيها واحد النصيحه سي كو ملي كيتجمع لنا في الاسره كانسير ديال القولون وديال وديال الثدي اللي كانوا عند خواتات الله يرحمهم، فبالنسبه لي الاسره كلها خاصها تتبع نظام نباتي. يعني نباتي 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 سا فيدير كو انت شريفه تبعد على اللحوم. وي انت شريفه ما خصكش اللحوم الحمراء، ما خصكش مشتقات الحليب والاجبان، يعني خصك تعيشي بالخضر والفواكه ولي جيرم والفواكه الجافه. وبيان سور النظام النباتي يكون مقنن، يعني تبعي عند عند دكتور عند طبيب مختص في التغذيه. علاش؟ باش ما يطراوش لك دي كارونس، لان النظام النباتي كيكون ناقص من الفيتامين بي 12، دونك ناقص من مجموعه ديال الفيتامينات باش يعطيك مكملات غذائيه. مي ما خصكش لا اللحوم ولا المشتقات الحليب ولا السكريات. علاش؟ لان الخلايا السرطانيه فهي كتغدى على السكر وكتغدى على النشويات وكتغدى على واحد المكونات كاينين في اللحوم. دونك العلاج هو تجويع هاد الخلايا. وكنوصيك اوسي التجويع ديالها كيفاش، يعني خصنا نزولوا السكر ونزولوا النشويات ونحيدوا اللحوم الحمراء والحليب. وين نخليو الحوت الابيض داكوغ، وميم لي بواسون غرا يعني لانهم غنيين بالسيلينيوم نخليوهم، ولكن نتاكدوا من المصدر ديالهم. ما يكونوش فوالا ما يكونوش ديلفاج، خصهم يكونوا فريمون يعني من البحر، من البحر. ما يكونوش كيترباو فوالا. يعني انا بالنسبه لي ملي كيتلاقاو لنا هاد القولون مع التهدي في اسره وحده، فاحنا كنقولوا نظام نباتي نباتي، وكنقولوا تجويع الخلايا السرطانيه، وكنوصيك اوسي بالصيام المتقطع. فريمون كنوصيك بالصيام المتقطع. شنو هو الصيام المتقطع؟ يعني نصوموا 16 ساعه ياك كونتينيو، وفي هذيك 16 ساعه كناخذوا غير الماء. داكور انا غنفسر لك يعني مثلا غتاكلي من الصباح حتى 4 العشيه، وغتحبس لي الماكله مع 4 العشيه، وغتحسبي 16 ابري باش تاكل. وفي هذيك 16 ساعه مسموح لك غير كو بالماء. هذه واحد الطريقه اللي كنتبعوها في النيوتري ثيرابي ديال لوتوفاجي. شنو هي لوتوفاجي؟ هي قتل الخلايا ما قبل سرطانيه. هذه ممكن اي واحد يديرها مثلا النظام مثلا بيان سو. علاش؟ باسكو كيف ما قلت فالناس كلهم عندهم الخلايا قبل سرطانيه. غير كل واحد شنو كتفيقوا. مثلا بالنسبه لهاد الاسره تقدر تستيقظ هاد الخلايا السرطانيه على اثر القابليه للسرطان. دونك حنا باش ما نفيقوهاش بروميييرمون وهي كتاخذ الدواء ديال المرض النفسي سافو دير كو بسيشيكمون ال دو ايتر ستابل. دوزيامون خاصها تاخذ لا فيتامين دي ولو فيغ باش نحيدوا لي كارونس. ثوازيامون نظام نباتي. وكاتريامون اون اوتوفاجي صافي دير تجويع تجويع الخلايا السرطانيه. واحسن طريقه لتجويع الخلايا السرطانيه من غير نحيدوا السكر كيف ما قلت قبيله واللحوم هي الصيام المتقطع. معنا بشرى من مكناس. الو بشرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بشرى. الله شكرا عافاك، نشكركم بعدا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يخليك. انا وكنشكر الدكتوره بزاف على النصائح القيمه ديالها. مرحبا لاله. الله يخليك. انا درت خلاص عندي اون كونتيغ دو سان دوبي 2011. وي. دونك درت غي ابلاسيون توتال ديال لو سان غوش، دونك ما درتش لا شيميوثيرابي لا راديوثيرابي. داكوغ. ولكن كناخذ دابا لو تريتمون هرمونال. داكوغ. وخلاص عندي في لا فامي دونك ما مير في لوكول دونك توفات لا ماستور ديالي في لا تيرويت. داكوغ. وواحد لا ستور اخرى ديالي دونك في لو سان غوش، مي زعما الحمد لله هي لي اون كونفي. داكوغ. وعندي في لا فامي دي كوتو دو ما مير دونك كاينين لي كالي دونك كاين المعده كاين دونك لو كوتي دو ما مير عندنا لو كونسير. داكوغ. دابا لو بروبليم كو جي عندي الكواتر نودولير دونك جو تريت بور لا تيرويت دونك هادي صافي 50 تناقص داك الكينه ديال الصباح 50. وي. ودابا اللي بغيت عافاك مؤخرا عاد ديغنيغ مون درت واحد السكانير ولقاو عندي عافاك انا نقول لك لا كونكليزيون. وي وي وي. تخوا بوتيت فورماسيون هيباتيك هيبودونس هيبودونس هوموجين افرا سنتيميتريك. وي. انتيريسون لو دون اي لو سيغمون في دون لا ناتور ليكيديان بور نو بو اتر كونفيرمي. داكوغ. دابا بغيت وي دابا بغيت غير نعرف دكتور شنو خاصني ندير اكزاكت حيت مازال ما شفتش الميدسان عاد شفت هذا بغيت نعرف شنو اكزاكتومون شنو كاين. غير انا الماكله ديالي انا فيجيتاريان دونك مثلا ناكل لا لحم لا دجاج. تخي بيان. ما تناكلش الماكله الزنقه دي تو ما تناكلش داكشي المصنع بالكل. تخي بيان. لو بروبليم كو جي عندي لو ستريس بزاف. وي. وعندي وما كنعش مزيان دونك تنعس ما تنعش. وسا سي ان بروبليم. الوغ اولا بلاتي باش نبدا معاك الله يخليك. وي. الوغ فو زافي في اون ابلاسيون دو سان ونتي كتاخذ واحد داك الدواء هرمونال
الوغ واش اللي كتبدا سميتو بالتي ولا بأ؟ دونك خديت الاولاني تي 50 و 50 ثانيه بديت ب ب ب ل ب ال داكور كيبدا ب ال بلي ال او صافي سي بون الوغ الوغ مشات عليك حق شهر ولا باقي كتجيك ابري تريتمون هرمونال وي جي اوبلي انا ابري ان اون درت اكستريكتومي توتال بريفونتيف دونك كانوا عندي دي بيتي هذا غيبدا نو دي زانومالي دي كيست وداكشي دونك درت اكستريكتومي توتال Préventif. D'accord. Donc, je suis ménopause précoce. C'est bon. Oui, voilà, c'est ça. Alors, head de scanner l'hydratie et l'âge. Le cancer du sein, qu'un chafoum les métastases hépatiques. Qu'un chafoum en aimchil le cabide. D'accord? Alors, head la conclusion, les coltili, fait huma, le cas où trois petites formations, mais liquidiennes. Yanni, bhala amrin bilma. D'accord? Walakin, chsoumi ekdo, wesh effectivement amrin bilma, ou la autre chose. Il est qu'un amrin bilma, ce sont des kystes bénins. Yanni, ma fait umtachi huij. Il est ma kanouch amrin bilma, هذيك سي اون اوتر استوار انا غالبا لو ميدسان ديالك غيطلب لك سكون ابل اون بونكسيون بيوبسي دو فوا يعني غالبا غيطلب لك اون بونكسيون دو فوا باش يشوف لا ناتور ديال هاد لي ديال هاد لي فورماسيون الوغ اوتر شوز بالنسبه للكبد فسرنا لك بان خص اون بونكسيون بيوبسي دو فوا داكور الوغ لو فات كو فوزيت فيجيتاريان سي اكسيلون مي لو ستريس ونقص لو مونك دو سوماي سي ان بروبليم Alors, بالنسبة لي manque de sommeil, vu que vous êtes végétarienne, vous avez un système qui est excellent, vu que vous avez le col, il n'y a pas de risque de métastase ovarienne. أنا كنوصيك بالنسبة للنوم باش تجيبي واحد لو برودوي. Alors, bio, يعني organique, naturel. Il se vend pas au Maroc, il se vend à l'étranger. C'est de la, داك الهرمون اللي كندوي عليه, la mélatonine, hormone النوم. Alors, qui تباع في capsulettes, à l'étranger. هادوك يقدروا يساعدوك باش تجيبي النوم بطريقه طبيعيه حيت حنا معاك انت لو فاتكو كتاخدي ان تريتمون هرمونال بوندون 5 ans دابا دزتي لو دوزيام تريتمون هرمونال دونك خصنا ايفيتيو اي حاجه اي ميديكاسيون دونك انا بالنسبه لي غتاخدي لي دي جيلول ناتوريل ا باز دو ميلاتونين غتشري لا ميلاتونين داكور سي با ان نون كوميرسيال سكي في كنقدر نقولها لك ميلاتونين ماده الميلاتونين كاينه باش تساعدك على النوم وبالنسبه لو ستريس ف شنو نقول لك كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله لم ينزل داء الا انزله الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله سا فيدير كوا سا فيدير كل داء كل مرض عنده واحد الشفاء وانا بالنسبه لي انت درتي اللي عليك صافي دير درتي اون اوبيراسيون متبعه التغذيه اي تو الوغ كنوصيك على لا ميديتاسيون يعني كنوصيك على الاسترخاء الكامل كنوصيك على الرجوع للذات على الخشوع وبيان سور هذه كلمه ستريس يعني تاثر فينا حنا بين اي حاجه ستريس وبيان سور احسن استرخاء واحسن خشوع هو اللي كنلقاو حنا في الصلاه ديالنا يعني ديك الصلاه اللي خاصها تكون كتوصل لواحد النوع من الدرجه من الشفافيه مع النفس باش كومسا انت تقدري تغلبي او ميم طون على ستريس او ميم طون على قله النوم شكرا لك بزاف دكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه على كل هاد النصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا اليوم حول الوقايه من السرطان اكيد غادي نكملوا الحلقه المقبله ان شاء الله باش نكملوا حول التغذيه للوقايه كذلك وشنو هي التغذيه اللي كتزيد تهيج السرطان وما تكلمناش حتى على يعني الاشخاص اللي كيعانيو من السرطان وتعالجوا منه ديك الفتره النقاهه شنو خصهم يتغداو شنو خصهم ياكلوا يعني في التغذيه شكرا لكم مستمعينا لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الاخراج صابر فندله ميا البكري في البرمجه الموسيقيه سميحه عشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم